ما فيني انكر انه انا مني لبنانية، مع انه شي محل ما بعرف قدي فخورة انا اكون لبنانية بصراحة. بتقلي نحن ثلاث فلسطينيات على المسرح واقفين، انا وقت ضرب براسي قلت له بس انا لبنانية، قلت له ايه بس انت فلسطينية. فوقتها بلشت فكر بصراحة، بحس لانه اخذوا الجنسية مثل ما قلت هيدي كانت فاصلة، انه خلص نحن هون نحن صرنا لبنانية، نحن رح نستقر هون. لا انا بفتكر الحرب الاهلية كتير عملت ضغط على الاهل لما يخلونا نتعذب العذاب اللي هن تعذبوا. بتذكر ابوي قال انا ظهرت من فلسطين وما رجعت، مش رح اظهر من بيروت. كان يطلعوا باصحابي في مين انت يعني، قالوا ابوي ايش عاملين تحكي فلسطين، بقول له ايه ما انا اصلي فلسطيني. لانه حتى بهالمرحله اللي هي كانت اخر سنتين يمكن ما كانت قادره تتحرك امي، حتى بهالمرحله كانت بعدها بتحكي عن فلسطين وبعدها بتتذكر فلسطين. مرحبا انا كارول منصور، مخرجه افلام وثائقيه، بحب اقول فلسطينيه بس انا لبنانيه من اصل فلسطيني. وبدي اقول انه احمد بيحاول بطريقه كتير عفويه، وانه لو ما كان احمد يلي عم بيحاول ما بفتكر كنت قبلت، لانه انا بحس حالي ورا الكاميرا مش قدام الكاميرا. صحيح انه كتير كنت قدام الكاميرا عم بحكي، بس هيدا الفيلم بخصوص يلي هو عائدة ريتيرنز، بعد ما قبلت اعمل مقابلة وجه لوجه، لانه عنده طريقة ثلثة، لانه قريب بيعرف كيف يحاور، لانه بحب ضحكته، قبلت انه اتحاور بتقارب. مرحبا وأهلا وسهلا فيكم في حلقة جديدة من بودكاست تقارب، معكم أنا أحمد البقاوي وضيفتي لليوم المخرجة الفلسطينية العزيزة كارول منصور. انطرح اسم كارول في بدايات تقارب ضمن الأسماء اللي ممكن تناقش قضايا أو تقدم قضايا الفلسطينيين اللاجئين الموجودين في لبنان وضمن ملف التجنيس تحديدا والمجنسين في لبنان بشكل أساسي، وفرض حاله فرض اسمها حاله علي وعلى تقارب في المرحلة اللي عرفت معلومة أنه هي كانت مثلت لبنان في المنتخب اللبناني لكرة السلة، وقعدت أفكر كيف ممكن حياة شخص تكون بشكل مغاير تماما لو ما حصلت على هذه الوثيقة، وكيف ممكن الوثيقة تغير مسارات كتير ناس بالحياة. وانطرح اسمها أكثر واكتملت قصة التجنيس عندي أكثر لما عرفت أنها خلدت قضية حق العودة من خلال تحقيق رغبة والدتها في العودة إلى يافا ما بعد وفاتها، من خلال تهريب رفاتها ونثرهم ودفنهم في أكثر من مكان في يافا. فاليوم الحوار رح يكون نموذج لقصة لاجئة فلسطينية ذهبت إلى لبنان، حصلت على جنسية لبنانية، تشكلت الهوية عندها وتعززت الهوية الفلسطينية عندها بشكل مختلف بمحطات مختلفة عن الفلسطينيين غير المجنسين في لبنان، وبنتعرف على هذا النموذج، وبنفس الوقت بنتعرف أكثر على فيلم عائدة اللي بيقدم قضية العودة بشكل مغاير تماما. قبل ما نبلش الحوار بدي أشكركم مقدما على الاشتراك في قنوات اليوتيوب ومنصات البودكاست، وبشكركم مقدما على مشاركتكم معي كل المواضيع اللي ممكن تخطر لكم، كل الأسئلة وكل مقترحاتكم للضيوف أو أي أسماء أو أي مواضيع أو أي أسئلة ممكن تخطر لكم. وكمان شكرا مقدما على مشاركتكم هذا المحتوى، هاي الحلقات وهذه الحوارات مع كل حدا ممكن يكون مهتم فيها. وبهيك بنبدأ الحوار مع كارول. هيك أحسن؟ أروق. Yes. استنى شوي أعلي الكرسي يمكن هيك أحسن. نعم صحيح، حبيت النعم صحيح. أوكي نعم صحيح. كارول يسعد صباحك. يسعد صباحك. لسه استنى أسجل صوتي علشان أنت تعرف بعدين تعمل مونتاج. صباح الخير. صباح النور.
صباح الخير صباح النور. أول إشي بس هيك هذا التنويه اللي أنت بتعرفيه منيح إنه الحوار من هلا لآخره مسجل، ومن العادة إحنا أنت سيدة الإنتاج والمونتاج فإحنا ما نتعطاش بالمونتاج في الحوار هذا، في فبضل من الأول لآخره يعني كما هو، مش راح نقصقص إشي لا. فما في مونتاج يعني. ما في مونتاج لا. يسعد صباحك واهلا وسهلا فيك، مبسوط انه زبط يعني الحوار هذا بعد المحاولات الكتير، وان شاء الله ولا بطاريه لابتوبك تضرب هلا ولا تليفونك يضرب ولا تقطع الانترنت ولا تقطع الكهرباء عليك خلال الحوار ان شاء الله. كل عندي سولر بانل سو امين. ممتاز. منبلش الحوار احنا بالعادة الضيف يعرف نفسه كما يحب يا كارول. هذا السؤال يا احمد افكر فيه كيف واحد بحب يعرف عن نفسه؟ بصراحة ما بعرف التعريف اللي بالانترنت. طبعا مخرجة لبنانية من اصول فلسطينية، مخرجة افلام وثائقية. كيف بحب اعرف عن حالي؟ صعب أحمد. بحب أول شيء يمكن لما أفكر فيه إنه تعرف واحد بيقول أوه مخرجة مهمة عظيمة، مني مهمة ولا عظيمة. بحب أعرف عن حالي يمكن كإنسان بحب الحياة، بحاول يحب الحياة بهالأوقات الصعبة. بحب الناس، بحب يشتغل، بحب يكون productive، يطلع شيء يكون له تأثير. بحب الضحك. ما بعرف، ما بحب حدا يقول عني شو هالمهمة هيدي. بس أما أنت لأنك مستعد منيح للتعريف جاوبت السؤال الثاني قبل الأول، كيف بتحبيش يتم تعريفك؟ وهي التريك هيك لفة على التعريف ما فكرت فيها. هاي لفة على سؤال فعليا كيف بتحب يتم تعريفك. لا رح أقلك عن جد أحمد، لأنه كلنا مهمين، كلنا مهمين، وكلنا عنا كلنا. أنا دايماً بفكر كلنا بنمرض، كلنا بنموت، كلنا بنضحك، كلنا بنبكي، كلنا عنا نفس الشعور. هلأ يمكن ما منفرجيه بنفس الطريقة، بس يعني واحد بيفكر حاله مميز غير عن التاني. يلي معه مصاري رح يمرض وما رح يموت إذا المرض هيدا، يلي ما معه مصاري طبعاً رح يتعطر أكثر. بس إنه ما بعرف، مفكرين حالنا نحن كتير مهمين على هالأرض ونحن ولا إشي. بس هيك هذا هيك بتفكر. طيب بدي ارجع يمكن هيك الف على السؤال الاول مره تانية عشان نجرب هيك ندخله من مدخل تاني. تعال نجرب نفكك التعريف اللي موجود على الانترنت. يعني انا كتير بحب اسمع تفاصيل النشاه، وبكل حواراتنا السابقه ما جربتش اسال كتير عنها. فبالعاده خلينا نبلش بحكم مخرج فلسطيني لبنانيه او مخرجه لبنانيه من اصول فلسطينيه او فلسطين او فلسطين يعني هيك. فانا بكون مخرج فلسطيني لبنانيه، فتعي من هناك نبلش نفكك الاشي. مين كارول؟ اول شيء بس رح اقول لك انا سائبه صرت مخرجه. انا طول حياتي حلمي العب باسكتبول وكون على الملعب. انا كنت بفريق اللبناني باسكتبول، كنت أمثل لبنان. هيدا عم بحكي بال 77 78 بفتكر. أنت لسه ما كنتش حتى مشروع أحمد، بس يعني فدخلت خلصت مدرسة هون ببيروت، وحلمي أصير باسكتبول بروفيشنال بلاير. عمي راح على كندا. هلأ أنا أبوي فلسطيني من حيفا، أمي فلسطينية من يافا. أبوك من عائلة مين؟ منصور. وأمك؟ كارول منصور. ماشي. صباح الخير أحمد. ماشي. والوالدة؟ لا بجوز هذا يكون اسم فني يا كارول يعني كمان، عشان هيك أنا عم يعني مزبوط. يمكن لازم نبلش اخترع اسم فني. لا كارول منصور الوالدة من بيت عبود. من بيت عبود. من يافا. نعم الوالدة من يافا.
خلقت بال27 وتركت بال48، يعني كان عمرها، كانت نشأت بفلسطين وعارفة فلسطين، ويعني كل هيدا العمر اللي بيأثر بالحياة كانت بفلسطين. والوالد نفس الشيء، خلقان 27 وإجا 48، فكتير بيتذكروا حيفا ويافا، كانوا دايما يتخانقوا إذا حيفا أحلى ولا يافا أحلى. وصلوا على لبنان، تعرفوا على بعض هون بلبنان، تجوزوا، ومثل ما انه وقتها كانوا اللبنانيين عم بيعطوا اللبناني، يعني عم بيعطوا الجنسية اللبنانية للمسيحية الفلسطينية، فنشأت كلبنانية، خلقت أنا لبنانية، عندي باسبور لبناني، لاحظ ما بعرف إذا لاحظ بحكي لبناني ولبناني حسب مع مين عم بحكي، بيقلب هيدا بيقلب بالاكسنت تبعي. فنشأت ببيروت ولبنانية، يعني أنا حاسة حالي كنت لبنانية. ما رح أقول لك إمتى بلشت تحس حالك فلسطينية، هذا السؤال الثاني أحسن ما تقول لي دخلت الأسئلة ببعض. وبعدين خلصت مدرسة، انقبلت بالجامعة بكندا. لا رح ارجع معلش لانه عم بدخل القصص. اهلي ابوي اجى على بيروت، عمتي راحت على ليبيا، بعدين صارت بالشام، عمي راح على مصر، بعدين راح على كندا اوائل الستينات. فمن هون التعلق بكندا وكيف رحنا نحن العائله على كندا. 79 80 خلصت مدرسه، دخلت اول سنه جامعه هون ببيروت، وحلمي روح على كندا وأصير باسكت بول بلاير، ألعب كرة السلة. وصلت هناك على موريال، قبلت بالجامعة ودخلت الجامعة، كان البروجرام اسمه اكزرسايز ساينس، بعدين صار اسمه سبورتس ميديسن، ما كان له علاقة بالباسكت بول، كان كله بيولوجي، اناتومي، بايوكيمستري، ستاتستكس. وانا كنت بالمدرسه ما بفهم إشي بالعلوم، فما بعرف كيف قبلوني بهالجامعه. اكتشفت بعد سنتين، رحت اطلب الترانسكريبت تبع المدرسه، لانه بتعرف بالزمانات بال79 كانوا يبعتوا بالبريد علاماتك على كندا، وكان سيلد وممنوع نحن نشوف شو فيه. طلبت الترانسكريبت لانقل الجامعه، بتطلع بلاقي انه بعتين ترانسكريبت واحده اسمها كارول منصور بس مش انا. وكارول منصور شاطره 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 بالعلوم، ساينسز يعني اي بلس، فانا قبلوني بالجامعه على اساس انا تاني كارول منصور. فيعني إيه كله 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 تغير، يعني ممكن كانوا من قبلت بالجامعة، دائما بفكر لو أن قبلت شو كان صار، وين كنت صرت، كان كل مسار حياتي تغير. يعني anyway رحنا على الجامعة، خلصت جامعة، طبعا كرهت عملت سبورتس ميديسن وسايكولوجي علوم النفس. بعدين عملت كمبيوتر بروجرامينج، طبعا كمان كرهتها. بعدين ابوي قال لي خلص انا ما بقى فيني اساندك، لاقي شغل او اعملي ماستر سايكولوجي او هيدا بكمل. اشتغلت احمد 5 سنين، بعت بوب كورن بالسينما، دهنت بيوت، عملت ويترس بالمطاعم، قشرت بطاطا، اشتغلت، نظفت بيوت، بس كل شيء ده ما اخذ فلوس من الوالد. كانوا يسالوا الوالد اولادك شو بيعملوا، يقول اخوي حكيم، اخوي الثاني ابني حكيم، ابني الثاني ريل استيت، بنتي ما عندي ولا فكره شو بتعمل بس ما بتاخذ مصاري مني. لا بعد شي 6 سنين كان في صف بموريال وركشوب تصوير، واكتشفت انه انغرمت بهالمجال. رجعت على بيروت ب92، خلصت الحرب، خلصت الحرب بين براكتس لأنه ما في شيء خلص بعد، وانتميت لتلفزيون المستقبل، وهون تعلمت كل شيء، مونتاج، كنت قدام الكاميرا، كنت ورا الكاميرا، كنت بروديوسر، كنت مخرجة، قدمت برامج،
2000 قررت انه ما بقى عم بتعلم اشي، بدي انا اعمل ماي اون افلام، وابتديت بفورورد فيلم برودكشن اللي هي الشركه الصغيره اللي هلا صار لي 23 سنه مؤسستها. فهيك صرت مخرج، صرت مخرجه. عظيم. كيف غير انك مخرجة عظيمة، كيف بتحبيش يتم تعريفك؟ ما مش ما عظيم قلت لك. غير انك مش مخرجة عظيمة. كيف ما بحب ولا كيف بحب؟ كيف كيف ما بتحبيش؟ بحب؟ كيف بحبش؟ ما بعرف أحمد، كتير صعب هالسؤال. ما بحب بعرف، يقولوا عشان هيك عم عني، بسأله. ما بحب يقولوا عني شايفة حالي، ما بحب يقولوا عني فيلسوفة، ما بحب يقولوا عني، ما بعرف، إنسانة طبيعية أنا، كل هالبشر حوالي. ماشي، بس ما انا شفت يعني انت بتطلعي على مقابلات وبتطلعي بمية شغلة، ودائما يعني مستوى الصحفيين على مستوى الخبرة والاجتهاد والابداع يعني مختلف كيف شفت، فكل واحد بحب يقدمك عايشة. مثلا لو اجيتي عندي كان انا ابدعت، بس انا فعليا بتقارب بتجنب هذا الموضوع، فيعني نشكر الله. بترك الضيف فعليا يقول لي كيف بحبش حتى. فيعني طيب، بس انت مثلا بسياق الاخراج والعمل المهني حكيتي عنه، بس بسياق فعليا مثلا اشارة لنشأة، لخلفيات ثقافية، لخلفيات هوية، لكذا، هل في اي شيء ما بتفضلي او بتفضلي؟ لا بفضل هلا مؤخرا في صديقه لإلي لبنانيه، كل ما يسالوها برا انت من وين، بتقول انا فلسطينيه. فقلت لها خادة بس انت مش فلسطينيه. بتقولي ايه، بس لازم دائما نذكر انه نحن في فلسطين. فانا دائما كنت لما بعرف عن حالي بقول لبنانيه من اصول فلسطينيه، لانه في شي محل كمان اهلي حمونا، يعني وقت الحرب الأهلية كنت بعدني يعني عمري 13 14 سنة، فما كان بدهم ايانا ندخل بالسياسة وندخل بالصراع، وبتعرف اللبنانية كيف كانوا يكرهوا الفلسطينية. هلا ولا مرة نكروا انه نحن فلسطينية، ما كان فيها، لانه في كثير لبنانية على فكرة بعد شي هلا بيقول لك ايه بس نحن اصلنا فلسطيني، بوشوشوك يعني كأنه عيب. لا طول حياتنا نحن فخورين انه اصلنا فلسطيني، بس ولا مره غصنا بشو يعني واحد فلسطيني، شو يعني، يعني ما كان عندنا هالثقافه. شو كان سؤالك؟ كان تكملي عندك زي ما انت، سؤال؟ نسيكي من السؤال، نسيكي من السؤال. نسيكي من السؤال. طيب فبحب اعرف عن حالي، هيدي هي هلا، انه ما فيني انكر انه انا مني لبنانيه، مع انه شي محل ما بعرف قد ايه فخوره انا اكون لبنانيه بصراحه، بكل شيء اللي عم بيصير حوالينا. فبقول انا لبنانيه من اصول فلسطينيه، يعني بكمل اقول، بس لما بكون بسوبر ماركت شي محل برا هيدا Where are you from؟ Palestine. مصرخ Palestine يعني، انه ها، بس انه الناس اللي بتعرف عليهم حضرتك يعني، انه لا ما فيني انكر شو لبنان كمان قدم لي بصراحة، او ما قدم لي هلا بالوضع. هو حتى باللي ما قدم لك اياه قدم لك شيء، هيك ايه لبنان، طبعا فمش حارمك من شيء. طبعا طبعا. طب ايه كارول، اذا بدي امسك معك مسار بس هيك، بكيف تغير تعريف نفسك من اهلك انه لبنانيه، او حكوا لك او خبروك تعرفي حالك لبنانيه بشي محل، بعدين لصرتي يعني فلسطيني عم بجرب بس لبنان. امسك تعرفي حالك هيك، ممكن اذا تمسكي لي اياه بمسار او بمحطات، بس عشان اعرف وانت كيف لا انتقلتي من أحمد ما لبنانية صار لواحد بتصرخ فلسطين. فلسطيني. لا ليك ما ولا مرة ما صار في هيك نقلة إنه والله في شيء وعاني، يعني
هلأ كل حياتي طبعاً مع حقوق الإنسان وعم شوف شو عم بصير حوالي، بس يمكن لما بلشت أعمل أفلام وعيت أكتر، أنا فيني أقول وعيت على فلسطينيتي مؤخراً، يعني مش مؤخراً، كتير مؤخراً بعمري، لأنه متأخر كنت أكثر. قبل إيه متأخرة. يعني أنا كنت بحب ألعب باسكتبول، بحب الأصحاب، ما كنت كتير involved ولا سياسيا ولا، يعني كنت، بس بفتكر لما بلشت أعمل أفلام، أول فيلم وثائقي عملته كان عن أطفال الشوارع بالقاهرة، اسمه 100% أسفلت، وكنت بعدني عم بشتغل بالتلفزيون، وبتذكر كان عندي صديق لإلي بمصر عنده مركز للأطفال اللي هن من الشوارع هربانين من البيت، وبتذكر تحمست أخذت كاميرا ورحت وصورت، وهيك بلشت أعمل أفلام وثائقية. كنت بالتلفزيون ما كان في أفلام وثائقية طبعا، وعيت على شو عم بيصير حوالينا من شو بيقولوا injustice، عدالة قديه أو في عدم عدالة، عدم عدالة، عدم وشوي عدالة. شوي بفتكر شوي شوي ايه بلشت اوعى على شو عم بيصير حوالي. كان عمري كان هذا سنة الـ2000، يعني مش انه ما كنت كتير صغيرة، بس وقتها وعيت. وراح الفيلم على مهرجان بالانستيتيو اراب، الانستيتيو دي مود اراب، شو اسمه، المعهد العربي بباريس، وربح جائزة. كان هيدا أول مرة بعمل فيه أنا ككارول منصور، وك بتذكر واقفة على الستيج مع، كان معي مخرجة فلسطينية اسمها ماريز غرغور كبيرة بالعمر، وكان معي بفتكر ماي مصري. أنا كنت لسه، لإلي كنت لسه طفلة، يعني طفلة أول مرة بطلع على الستيج، وأول مرة بعمل فيلم، وأول مرة الناس بتشوف، بتذكر ماريز غرغوري اللي كانت صديقة مع أهلي بتقلي نحن 3 فلسطينيات على المسرح واقفين. أنا وقتها ضرب براسي، قلت لها بس أنا لبنانية، قلت لي إيه بس أنت فلسطينية. فوقتها بلشت أفكر بصراحة، وقتها يعني مش إنه صار في حادثة إنه انتفاضة أو شيء، لا بصراحة لا، وقتها بلشت. إذا بدي أرجع للقصص من كيف شفت فيلم عودة عايدة، عودة عايدة هو بيطلع بالعربي صح؟ عايدة زرتين، عائدة اسمه، عايدة عودة ريتيرنز، آه عايدة ريتيرنز بالإنجليزي، وعائدة لأنه اسمه هو عائدة. أوكي آه بالعربي بيطلع عائدة، فا أوكي تمام. إذا بدي أمسك أو كيف من شفت أنه أنت ما كنت في عيلة اللي بتذكر لك كتير تفاصيل تتعلق بفلسطين، والوالدة واضح لي كانت مشغولة أو بمراحل فعليا أنه حتى تتذكر يومياتها أو أيامها، يمكن كان سهل عليك حتى توثقي مرحلة، يعني مرحلة وهي بصحتها وعافيتها وهي عم تحكي عن هذا الموضوع، وذاكرتها كانت كتير يعني قوية. بس إذا بدي أرجع من الصور اللي نقلوا لك إياها أهلك وصولا للمحل اللي أنت حكيتي لي عنه، بتتذكري تفاصيل اللي عملت جمعت لك البازل؟ بتعرف كثير 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 ندماني احمد كيف ما سالت اسئله اكثر للوالده ولا للوالد. الوالد على كل حال كان واضح انه يعني ما بعرف، اكثريه الرجال بسكروا، يعني تعذب، راح على اول شيء جاء على لبنان، راح على العراق، راح على ايران، يعني فهو لإله كان انه خلص نحن بلبنان، وهو بزنس مان وبيعمل رجل اعمال وعم بيربي عيله، فما كان كثير يحكي عن فلسطين الوالد، يعني كان، وحتى لهجته كانت بين فلسطينيه ومصريه ولبنانيه، كان يخترع كلمات. الوالده اللي كانت اكثر تحكي عن فلسطين،
كثير بندم كيف ما سألت أسئلة أكثر. يعني أنا اللي سألت إياهم كانت بالفيلم عائدة، عائدة ريتيرنز، ما بعرف إذا شفت فيه، بالمرحلة اللي هي بلشت تضيع بموريال، في المرحلة اللي هي ببيروت أنا عم بعمل لها مقابلة كان بال2007 كانت لسه واعية، وفي المرحلة لما أخذوها على فلسطين. يعني فما كتير ما كتير سألت، بحس ما كتير سألت الأسئلة اللي كان حابة أسألها إياهم أكثر، ما تعمقت كفاية. وإذا بدي أرجع مرة تانية الأسئلة اللي سألتيها واللي هم حكوا لك إياها، أنا كنت شايف إنه عم بنحكي كتير تفاصيل. يعني أنا لإلي خلاني أتواصل مع صور، مع قصص، مع عيلة، مع نشأة، مع تهجير، وأنا حد غريب يعني تماما. بحالتك أنت في صور أو قدرت اليوم هيك تعمل بروسيسنج أو معالجة للصور والقصص الكتيرة اللي حكولك إياها لتجمعي بازل ما بتخصك فيما يعني كل يتعلق يوم في بجمع، فلسطين؟ ما بفتكر، يعني كل يوم واحد بجمع صور. يعني كل يوم الواحد، هلا الشغل على الفيلم كان كتير صعب، كان كتير صعب لأنه أخذني 5 سنين. أنا كنت رحت على موريال هي والوالدة مريضة، بخلال 3 سنين رحت 21 مرة. وأنا ما كانت الفكرة أعمل فيلم، يعني أنا كنت أروح أقعد معها بالبيت، أقعد حدها، كانت يا بالبيت يا بالمستشفى، وأصور على التليفون. وهو التصوير على التليفون كان مش لأعمل فيلم أبدا، ما كانت هيدي الغاية. فبعد ما توفت أخذني وقت قبل ما أتفرج على هالصور، على هالفيديوهات. وبعدين تذكرت انه مصورتها، كنت بال2007 انترفيو، فبلشت شوي هيك اتفرج. ما كنت عملت فيلم لو ما كان في البروسيس اللي رجعت لهون واخذت على فلسطين. لانه كثير افلام انعملوا، اوكي الوالده من فلسطين وشو عم تحكي لك وشو وكيف راحت وكيف. هو اللي دفشني هو لما رجعت الاشز على بيروت، وبعد شي سنة يمكن تانيا كانت هون، حبجوكا اللي هي صديقة، وراجع فلسطين وقالت لي قلت لها بتاخذي معك، قالت لي اه. وبعدها وقتها قلت خلينا نصور، يعني ما حتى كان في فيلم، قلت خلينا نصور كل هالبروسيس، كيف عم بنودع، كيف عم هو كارول، انا عم بجرب، بس يعني رح اخوض كتير بتفاصيل الفيلم، بس لإلي وخطت لك. حتى بالاسئله. انا هلا لخبطت لك كل لا، انا البرنامج رواق، تبعك. انا رواق. هو فعليا انا مش برنامج تلفزيوني، فمش مترتب، فيش بروديوسر بصيح بداني هلا، فرواق، انا ما عنديش مشكله. بس كنت عم بجرب اشوف انتبه انه يعني، بس بدي اخذ من الفيلم فكره انه في مقابله معموله، واضح انه هذه مرتبه من زمان، وفي بعدين مجموعه مقابلات اللي انعملت باخر وقت اللي كانت بتفتحي انت اسئله من ذاكرتك اكثر، بتحاولي ترجعي تسألي عنها وتوثقيها. فوضح لي وقتها انه كارول كانت بنفس الوقت اللي عم بتوثق والدتها كانت عم ترجع لذاكرتها هي عشان كمان لا 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 تجمع لا لا، صورة او إيه، ما كنت عم بجمع صورة عن حالي. أنا كان أكتر كان بدي إياها تتحدث ما انا للوالدة. انا 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 ما بدي اياك، مش قصدي انه هي انت عم بتجمعي شيء لإلك، بس قصدي كمان انه في هي حكيت لك خلال نشأتك مجموعة من القصص مثلا بمسار حياتك او بعلاقتك انت وياها. بهذه المرحلة لما كنت انت بتجربي تسألي طب بيتك، طب كذا، طب الجيران، طب تفاصيل ما، فانت كنت عم تستحضري صور. هدول اللي انا عم بجرب اسمع عن، يعني افهم انه اصلا في البيت كان في عندكم حديث عن فلسطين، عن البيت، عن النشأة، عن يافا. ما كيف كثير كان شكل؟ ما كتير.
لا ما كتير، عم بقول لك هيدا اللي باني فيه، هو آخر الأيامات اللي بلشت أسأله أكثر. اوكي. هيدا يعني كانت بلشت عم تنسى. هلا كانت تحكي هي قد ايه كان البيت حلو وكل شيء، بس ما كان عندي، ما كنت ناضجه كفايه لاسال اسئله، ناضجه فكريا فلسطينيا يمكن لاسال كل هالاسئله. ومن غير الخوض بنضجك انت، بتتذكري تفاصيل صغيرة وكانت تحكي لكم اياها او كانت تحكي لك اياها بتوعي لها؟ لا هن التفاصيل اللي قالتهم انا كنت اعرفهم لما كنت عم بسألها اسئله باخر اياماتها وهي مش واعيه، كنت اعرف هالتفاصيل يعني ايه كانت اوكي. حكيت لنا عنهم. هلا انت بتعرفي شو عم بصير، زي كأنه انا وياك عم نراجع بالفيلم او بننقده بعد العرض، مزبوط، بس مش الفيلم لازم مش معروض. مش لازم. ما فانا حدا خلينا راح يفهم. لما انا بسألك اكثر بحتاج التفاصيل بعيدا عن الهد، من غير ما نحرك الفيلم. اوكي، يعني هيك. بس انا لإلي هدول الصور الصغار اللي بتحكي عنهم اللي سألتيها هم اللي انا محتاجهم. فشو الصورة او السردية او الرواية اللي انت كانت موجودة عندك اخذتيها من الوالدة والوالد والوالدة عن كيف كانت حياتهم في فلسطين؟ يعني كانت لا له، انا بحس انه كانوا مبسوطين، ومثل ما قالت هي بالفيلم يعملوا حفلات ويروحوا بيكنيكس ويذبحوا الخروف. هلا الوالده شوي ست يعني، شوي من البرجوازيه يعني، مبين يمكن شوي على امي. فكان في مصاري يعني، مش انه، فكان في سهرات كانوا عايشين. هي بتذكر هلا، ما قدرت حطها بالفيلم لانه بتقطش هيدا، انه كانت الحياه كتير حلوه بفلسطين، هيك بتقلي. كتير كانوا سعيدين وكتير اصحاب وظهرات يعني بفتكر مثل حياه اي حدا عايش ببلد. انا حياتي بلبنان كانت كتير حلوه، وكنت سعيده وكنت مرتاحه وكنت مش واعي شو عم بيصير حواليي فما بعرف كتير شو سؤالك. لا رواق، خلص شو هيك انت عم بتجاوب على سؤالي. باللحظة اللي تهجروا فيها كان في مسار فعليا، يعني من موقع لموقع ومن مكان لمكان ومن اوتيل لاوتيل ومن اوتيل لشقة ومن أوتيل، يعني في هيك مسار بهذه المرحلة. كان في اي ذكر لفكرة انه هم يعني عم بيعيشوا عيشة مؤقتة؟ لانه بظن هذه التفاصيل اللي انحكت او اللي حكت لكم اياها وواضح انه شفتها بالفيلم كمان، هي سبقت مسار التجنيس. يعني زي كانه مسار التجنيس عمل نقطة. يمكن لانه اخذوا الجنسيه، ولانه هلا الوالد كثير مرات كنت اساله بقول لي خلص يعني انا وقت ما وصلت هون وشفت شو عم بيصير هناك وشفت كيف الفشل وشفت كيف خلص قررت انه انا بسكر، كنت لبناني وخلص. الوالدة أكيد بحس كانت أكثر عندها نوستالجيا وأكثر عندها حنان للماضي ولفلسطين بس الوالد لا أبدا. وأكيد بحس لأنه أخذوا الجنسية مثل ما قلت، هيدي كانت فاصلة إنه خلص نحن هون، نحن صرنا لبنانية، نحن رح نستقر هون. أو 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 فعليا يعني هيك الوالد قرر يتعاطى مع، يعني كمان مع ثقل المشهد، إنه بده يعمل قطع معه عشان يعرف يعني يكمل هلا بهيك شكل. في شيء غريب، لانه في صوره بسال اخوي الكبير بقول له شو وين هي؟ بقول لي بال 67 66 في انا بالقدس. فهيدي ستفكر يعني رجعوا مره، ما بفتكر راحوا اكثر، واخذونا. وعندي صورة هيك ماسكة إيد الوالدة قدام الكنيسة بالقدس قدام بس ما بعرف إذا عم بحلم، إذا ما بعرف إذا واحد مرات بيركب صور براسه كمان. ما انت شفتيها عم بتقولي؟ لا شفت الصورة
بس هيدا انه انا ماسكه ايد امي وماشي قدام واهلك ما حكوا لكم يعني هذا الحدث ما كان حدث مركزي مثلا او انه ما انحكى ما انذكر هيدا اكزاكتلي هيدا اللي بقول ليش ما قالوا لنا انه رحنا على سوا يعني ولا مره انحكى هالشيء او كنت كتير صغيره فقالوا خلاص ما بعرف كتير غريب يعني مش كتير غريب. انا بفكر في شغله انه في يعني بمسار اللجوء هي السنين عم بتعاطى مع يعني مع لاجئين برا وكتير مختلف الاشي لاجئين جوا فلسطين على لاجئين برا لاجئين فلسطين لبنان سوريا في اشي بتعلق ب يعني مسار عيشتهم او الظروف اللي بيعيشوا فيها والمحيطه فيهم اللي بتخليهم يتعاطوا مع الإشي بشكل مغاير، بمعنى مش بس مجرد فكرة العودة لبيتهم أو حياتهم أو تفاصيلهم أو إذا في إشي في مسار عم بيكون كمان جوا البلاد عشان يرجعوا، ففي كمان مسار حواليهم اللي بخليهم يعني يتأثروا بشكل مختلف. في حالة لبنان شفت إكستريمين أنا، يعني شفت إنه القهر القهر او التعنيف او الاذى او الظلم اللي ممكن يكون موجود على الفلسطينيين مش ممكن هو اللي موجود على الفلسطينيين في المخيمات بيخلي الواحد طول الوقت يتمسك بانه هذا سبب من اسباب يعني انه فكره الهويه تبعته وفكره العوده وفكره التهجير هي سبب لكل هذه المعاناه اللي موجوده فبتلاقي انه في حاله طبعا جيل بعد جيل قاعده بتختلف هلا من غير الدراما والرومانسيات يعني بس بتلاقي دائما بس بتلاقي دائما فكرة انه من وين اصلي وعيلتي كذا وابوي هون وامي هون وهيك وبالاكستريم الثاني كمان حاضرة فلسطين بس بشكل مغاير من بدها قطع فاذا بتقعدي مع حدا مثل حالتك خاصة الكبار اللي عندهم يعني مثلا عاشوا او حاولوا يلملموا او سألوا الاسئلة اللي عم بسألك اياها بشكل مبكر بتلاقي في قطع بمكان ما عشان يقدروا يوقفوا على اجريهم بسرعة يعني زي كأنه اجتهم فرصة واستغلوها بشكل سريع وعلى فكرة في اشي بيشبه كمان يعني بمشهد تاني الفلسطينيين الاوائل اللي راحوا على الخليج كارول حتى من مناطق الضفة فبتلاقي انه طلعوا هناك وصارت العلاقة مع فلسطين هي علاقة عن مع الاهل نبعت فلوس او بندعم او كذا بس طول الوقت مشغولين بانه مثلا يكونوا قطريين او يكونوا سعوديين او يكونوا جزء كويتيين او جزء من هاي الثقافة عشان هيك بجرب أقول إنه الإشي مش يعني مش بس مسار لجوء أو التجنيس في لبنان بقدر ما إنه كمان مسار كل فلسطيني خارج فلسطين كان بتعلق بكتير بالظروف اللي كانت لا طبعا حوالي. اللي موجود هون بالفلسطيني اللي موجود بالمخيمات هون اللي ما عنده أي حقوق ما عنده أي طبعا بده يتعلق بالعودة هلأ ما بعرف قدي إذا بتسأل الجيل الجديد بتحب ترجع على فلسطين أو بتحب تروح على فلسطين لأنه ما في يرجع ما كان هناك بقول لك لا يعني بحس إنه كتير منهم إنه لا نحن بنرجع لوين فما بعرف إذا هل وضعهم للفلسطينيين اللي بالمخيمات مثل ما قلت لانه وضعهم هالقد سيء بتعلقوا بشيء لانه ساء فعليا فاخذت الاجابات اللي بالعادي هيك يعني نحتفي فيها في كل مكان عشان نقول حق العوده ما بيسقط بس بتعرف احيانا سرديتنا اذا كانت ضعيفه بتسقط بهيك مراحل فلما صار القهر في لبنان اكثر على كل لبنان وزاد على المخيمات أكتر بأكتر مرحلة بآخر 10 سنين بطل الحديث اليوم إنه بدي أرجع على فلسطين صار إنه أنا بدي أطلع أوروبا بعدين برجع على فلسطين هلأ بس طلعني على أوروبا تمام يعني مش فكرة سقط حق العودة بقدر ما إنه بدنا نطلع لأنه اللبنانية كمان عم بيطلعوا يعني هلأ بعدين بتسألني وإشي تاني انتبهت له إنه باللقاءات التلفزيونية بتعرف يعني منتجي الأفلام أو منتجي المقابلات بيختاروا بالآخر يعني منتجي التقارير بيختاروا مقابلات محددة بلشت أشوف أكتر مؤخرا يمكن بآخر سنتين إنه حدا بنزل على مخيم وبسأل أنت من وين أو بدك ترجع فلسطين فبلشت تطلع إجابات ما فيها احتفاء بفلسطين أكتر فيها قرف يعني زهق من حالة المعيشة كلها إنه أنا هلأ بدي أسافر بدي أطلع أوروبا حل عني بدي ألحق أخوي تمام بس تمام أنا أخوي يعطيني فيزا تمام عشان هيك عم بجرب أنا أرجع أنا وياك أكتر لذاكرة لتفاصيل للملم أشياء بتتعلق بهذا المشهد اللي لنموذج مثل نموذج كارول
أو عيلة مثل عيال كارول كيف فعليا تشكل الإشي معها، وصولا لأنه كان عندها كان عندها المخزون اللي موجود عند والدها ووالدتها، ويمكن والدتها بالأكتر اللي أنا شفته. وبمرحلة ما فعليا أنا لإلي بكل الظروف اللي عم نحكي عليها، شكل العودة اللي شفناه بعودة عائدة أو عائدة أو عودة عائدة، حبيت أنا عودة عائدة أكتر الصراحة من عائدة. بس هون في إشي الترجمة للي إحنا بنحاول نحكيه كارول بفكرة العودة وحق العودة وممارسة العودة بشكل مغاير، بشكل ترجمة فعلية. وأنا اليوم بالنسبة لإلي يعني هذا أكتر شيء بخليني أتمسك أكتر بحق لأنه عم نمارسه. فلإلي من هون عم برجع طول الوقت هلأ معاك عشان ننكش أو ننبش كتير ذاكرة وأشياء. لا أحمد، أنا خليني بس أقولك، أنا جاي من محل ما بعرف شو بالعربي بيقولوا privileged، امتيازات، ما عندك امتيازات. أوكي. ايه عندي امتيازات، فما فيني اقارن حالي مع حدا بالمخيم يعني. انا بس جاي، انا مش عم بقارن بالمخيم، ما انا جاي فعليا هيك الحدا اللي كان عنده ما يكفي من الامتيازات. وهيك خليني احكي لك، ال كتير امتيازات، كتير راحة بأماكن مقارنة بناس تانية بظروف تانية طبعا، بس الفكرة، وكتير جنسيات، بس الفكرة اللي كان ممكن تتخلي عنها فكرة شكل العودة اللي شفته للوالدة، هذا إشي مش درامي، مش رومانسي، مش إشي بقشعر البدن، هذا فعليا إشي يعني في عودة حقيقية. يعني أنا كنت في فلسطين كارول قبل فترة، لما شفت الفيلم، شكرا إنك يعني عطتيني فرصة إني أشوفه قبل الكل، لما شفته السبوت اللي او النقطه اللي حطت فيها الرفات في المقبره رائده، في بالي انه انا اذا نزلت عيافة بدي اروح هون. يعني انا تواصلت مع نقطه او صار في عندي علاقه مع نقطه ما، ورائده كيف وصفتها، كيف حكت عنها، كيف دورت عليها، فحفظت. فانا لقيلي في مجموعه من الصور عندي اللي صارت موجوده بيافا، نقطه اضافيه لقيلي هناك. فيمكن حلو. يمكن انت اللي سويتيه هو مش يعني بالنسبة لإلك كنت مشغولة بالتفاصيل وباللوجيستكس وبهيك، بس لإلي هو جزء من روايتنا عن شو يعني عودة، عن شو يعني حق عودة، عن شو يعني ممارسة عودة. وعشان هيك يعني تفتحي قلبك أكتر وتساعديني بالتفاصيل، بالنسبة لإلي أنا كأحمد اللي لفتني بمسارك أكتر أنه كنت أفكر أنه بالمقارنات بين اللاجئين، على قد ما تريح اللاجئ على أو تعطيه امتيازات، على قد ما فعليا بتكون أقل ارتباطا بفلسطين وبلده. يعني لما بكون عنده 13 فيلا برا وتيجي تحكي له سيدك كان عنده فيلا بال 48، مش كتير رح يهتم فيها. وصار في ديبات كتير طويل إنه طب هدول اللي عايشين في الأردن، هدول اللي عايشين بكندا، هدول اللي نشأوا هنا، هدول عن جدهم يرجعوا؟ فلفترة كانت النقاش نقاش ماديات، انه اذا قلت له عندك كمان فيلا للي عنده 13 راح يحب يصير عنده 14 يعني راح يصير. بس لما شفت يعني اكتر من تفصيلة، اكتر من قصة، وخاصة القصص اصحاب الامتيازات اللي ممكن عادة هم بيحكوا عن حالهم بشكل سلبي او الناس تشير لهم بشكل سلبي، في اجيال جديدة اليوم اللي هي عم مرتاحة مع امتيازاتها، انه هي محمية وقوية كفاية انه تعبر عن هويتها او عن نشأتها او عن الظروف عاشتها وعاشوها اهلها بشكل مغاير، من غير كيف اعتادوا اهلهم يتجنبوا يحكوا او يتجنبوا او انشغلوا يحكوا عنها بطريقة ما، بس عشان يعني كسلوك نجاة او اسلوب نجاة. فهيك أنا بكون خلصت ما علي هلأ عشان أنت فعليا يعني تمام. فرح أنكش كتير أسئلة، كتير تفاصيل. أوكي فضل. الجيل القديم يعني جيل أهلي، بفتكر مهما كان عندهم امتيازات، مهما كانوا معلمين، مهما سافروا وعندهم فيلا وعندهم، متعلقين بفلسطين. ما في يعني هيدا شيء واضح جدا. في فيلم اشتغلت عليه اسمه خيوط السرد، Stitching Palestine، هيدا عن 12 امرأة بتحكي علاقتها بفلسطين عبر التطريز، هو مش عن التطريز الفيلم. وفي عندك ستات من الداخل ومن الخارج ومن لبنان ومن الأردن ومن
وكل وحدة منهم الفرق بين هيدا الفيلم وغير أفلام بفتكر هو إنه كلهم مثقفين، مثقفات نساء، فيلي هي محامية، يلي عندها فلوس فوق أو تحتها، كلهم بيحكوا لك على فلسطين، بدهم يجوا الصغار والكبار، يلي كانوا يعني الصغار، بس كلهم من عندهم امتيازات. فما عندي ولا شك انه فلسطين موجوده عند الكل، يعني ما حتى لو ما عندك انت ذكريات، حتى لو ما، لانه هالقضيه هالقد قضيه حق، بفتكر الواحد بيتعلق بعد زياده. ما بعرف اذا لا عم صح تفهم. صح لا صح صح فاهم عليك. وبدي احكي لك كمان اشي، انه لانه هي قضية حق، بس لانه قضية تم تقديمها او تم ابراز الخسائر اللي موجودة فيها كجزء من الرواية، فصارت فعليا في حالة من المزايدة بين مين خسر ومين خسر اكتر، وهي لليوم مستمرة. وفي نقاش اللي هو ممكن يكون طبقي، ممكن يكون عادل مش عادل، ظالم مش ظالم، اللي هو بتعلق بين حدا متجنس وما تجنس، بين حدا أخذ فرصته بالحياة وحدا ما أخذ فرصته بالحياة. مظبوط. بس إذا بدي أروح لمكان تاني، إنه يعني في إشي كمان بحس لما بنحكيه بكونش لطيف، بس هو حقيقة، يعني إنه أصحاب الامتيازات في عندهم من الرفاهية ما يكفي إنهم يعملوا أفلام عن فلسطين، عندهم من الرفاهية ما يكفي إنه يقدروا يفكروا بفلسطين بشكل مغاير، يقدموا الرواية الفلسطينية بزوايا مختلفة عن فكرة صور العودة اللي إحنا بنشاركها كل مرة بال 48. وفي كمان إشي إنه أصحاب الامتيازات هم اللي كان عندهم كاميرات، يعني هلا ما فينا زمان. نقعد هلا اصحاب الامتيازات نشكر الله عم بيعملوا افلام. انا بقول مش لا لانه عم يعني بالقليل في حدا عم بيوثق وعم بيوصل، طبعا، بس قصدي بس هذا مزبوط النقاش طبعا. اللي انت بتقوليه، بس عشان كمان يعني اشاركك شيء اكتر، في صديقنا طارق بكري عنده مبادرة، يعني كنا وما زلنا مبادرة جماعية بيشتغلوا عليها، دائما بنطرح النقاش هذا، انه هو بالاخر لما بجيب لاجئ ببعث صورة لطارق انه هون كان بيتنا، بتطلع على شكل البيوت، هي عبارة مش عن شقق، عن بيوت، يعني عن فيلل، عن بيت مع قطعة أرض مصور، كان عنده كاميرا رقم وقدره صاحب، يعني اللاجئ في حينها، والعيلة موجودة في مكان عندهم، بتلقوا مستوى تعليم ومستوى حياة ومستوى ما يكفي أنهم يجوا على فلسطين مثلا بعدد، أو يرتبوا لوجستيات زيارة أو كتير تفاصيل. مظبوط. فبصير في نقاش على فكرة انه طب انت عم تشتغل على توثيق الاصحاب، الناس اللي عندها امتيازات ما او من طبقة محددة، بس في حينها انه مزبوط، يعني ما بنقدر ننكر هذا الاشي، بس لانه هم اللي كانوا بيصوروا، هم اللي كان عندهم كاميرات في حينها، طبعا طبعا ففي طبعا نقاش طبعا مربوط كمان بالصورة، بالرواية، بالذاكرة، بالتفاصيل. فهيك طبعا طبعا. كارول، بالمدرسة كنت مشاغبة انت؟ شو رأيك؟ والله شكلك كنت مشاغبة، كنت كنت تقعد أكره آخر صف ولا أول صف؟ آخر صف. شو هالسؤال آخر يا صف. أحمد؟ طبعا. دايما آخر صف. عندي قصة بالمدرسة، أنا كانوا أسناني لقدام، فكنت حط هيدا هيك مع مخيطة هون، كان لازم تحطه بالليل بس يجلس لك، فكنت أحطه بالصف. كانت المعلمة تفتكر إنه ما فيني أحكي، وكنت أحطه لما يكون في حدا لازم يطلع يقوم يسمع درس أو شيء، فكنت أحطه إنه أنا ما فيني أحكي. فمرة برمت وشافتني مع هيدا عم بحكي، لا والله شكلك فيكي تحكي، قومي سمحي لي شو. فإيه، لا كنت مشاغبة، كنت ما والمدارس اللي درست فيها كلها في لبنان؟ نعم اوكي، دخلت مدارس. على مدرسة بالقاهرة كم شهر بعدين، لأنه بال75 لما ابتدت الحرب الأهلية رحنا على كل واحد راح محل، أبوي راح على عمان يحاول يعمل شغل، أخوي راح على لندن، أخوي الثاني على مصر، أمي هون، فأنا رحت على إيران بال75 عند أصحاب للعائلة، قعدت 3 شهور. بعدين رحنا كلنا على مصر،
كل العائلة كانت بمصر، فهونيك دخلت مدرسة كم شهر وبس، بعدين رجعنا على لبنان. طيب إذا بدك ترجع بذاكرتك من المدرسة واطلعي يعني هيك من المدرسة، لأنه يمكن هي المراحل اللي الواحد بلش يبني فيها صور بوعالة أكتر. أسرتك وعيلتك كانت مثلا صارت جزء من مجتمع لبناني، ولا كان في مجتمع فلسطيني مثلا اللي ضل لا، كان في مجتمع فلسطيني كبير، كان في اللي يعني بيشبه بتذكر بعضه؟ طبعا اللي بيشبه بعضه، يعني كنا نجتمع كل أحد، كان في التي تايم مع جاتو مع أصحاب، كلهم كانوا تقريبا فلسطين، بس كانوا أصحاب كمان عندهم أصحاب لبنانية، ما فيني أنكر يعني، بس أكيد أكيد كان في فلسطينية حواليهم كتير أكيد، من وين كانوا؟ من القدس، من يافا، من حيفا، من ما بعرف، ما كان عندي هالحشرية أسأل بصراحة. هلا عندك اياه. ماتوا هلا عندك اياه، هلا بنرجع لورا هيك بس، يعني ماتوا كلهم، ما فيني أسألهم. بس على تواصل مثلا انت يعني على تواصل مع عيال، على تواصل مع افراد منهم؟ على التواصل مع الأولاد، مع اكيد لأنه هني خلص راحوا لانه باي مات. باي. بس إيه، لا، مع تواصل مع الأولاد، إيه أكيد، بس طب مش اذا لأنهم فلسطينية، لأنهم قطعة من العيلة يعني، عرفت كيف صاروا عيلة؟ كيف صاروا عيلة؟ ما بعرف، نحن البيت كان عندنا مفتوح كل الوقت، يعني ما ولا مرة فتت على البيت وما كان في يا الجيران يا الأصحاب، يا كتير اجتماعية أهلي، كتير بحبوا الناس وكتير، ف ما نفس الشيء أنا يعني. بس هم هدول مثلا إذا بدك ترجع لأهلك، هم هدول صداقات يعني هجرة ومهجر، ولا صداقات كانوا موجودة معهم في البلاد؟ كان في منهم موجودة بالبلاد وكان في منهم تعرفوا عليهم هون، ايه مظبوط معك حق، كان في وحسب أهلك أخذهم وقت لعملوا هذه الدائرة أو هذه العيلة، لأنه كمان الأم كانت بتحكي إنه طلعنا إحنا وصحاب من الأوتيل واستأجرنا أوتيل تاني، إيه. لا، ما فلإلي بفتكر كان حق. صعب، لا ما كان صعب لهم، ما بفتكر كتير بسرعة دخلوا بالمجتمع اللبناني الفلسطيني، ما بفتكر تعذبوا من هالناحية انه قاعدين لوحدهم بشقة ومش قادرين يدفعوا الأجار، ولا لا، كانوا هيك كوميونيتي. اوكي، واللي جمعهم انهم على صلة فعليا او علاقة في البلد في البلاد. منهم طبعا في منهم اللي ظهروا سوا واجتمعوا بالأوتيل ببرمينا، هولي كانوا أصحاب من فلسطين، من يافا. اوكي، وبعدين التقوا بناس زيهم وصار في هذا المجتمع او ال نعم، كبر في فيك المجتمع. تحكي لي عنه هذا المجتمع او هاي العيلة الكبيرة، اي ميزات؟ كلهم تجنسوا؟ لا، في منهم ما تجنسوا، في في منهم منهم ما ما تجنسوا؟ تجنسوا صاروا أردنية، تجنسوا كأردن، مش ضلوا بلا. أنا ستي وجدي، أمي وأبو أمي ما تجنسوا، ضلوا على ليسي باسي، لأنه ها وقت أبوي اللي تجنس، هو من بيت منصور، و بيت منصور هن أصلا كاثوليك، بس نحن هون على الهوية أرثوذكس، لأنه فاتوا بخانة المنصور أرثوذكس، واكتشفت هيدا مؤخرا، لأنه كل ما حدا يسألني أنت شو، قل له ما بعرف، يا كاثوليك يا أرثوذكس، ضايعة شوي مش كتير هيدا، بس نحن على الهوية أرثوذكس. ولما تجوز أمي، صارت أمي طبعا لبنانية، بس الأم ما إلها حق طبعا تعطي جنسيتها ولا لأهلها ولا لأولادها، فأبوي اللي عطى الجنسية لمرته ولأولاده، بس ستي وجدي أوكي. ما كانوش لبنانية، كانوا فلسطينية. وكارول، بدايات وعيك في المجتمع اللي بنحكي عنه هاد، انه انت كنت مجنسة وعم تكبري كلبنانية وعم تروح المدرسة كلبنانية، بالمجتمع هاد كان يعني كان ينذكر انه انت اصولك فلسطينية او عندك او انت فلسطينية لا لا بالاساس؟ لا، عم بقول لك يعني كثير ولا مرة كان في اشارة ما للموضوع؟ بتذكر،
ما بتذكر، لا كانوا يحكوا يمكن هن وهن بين بعض، بس انا ما كنت يعني ما كان عندي اهتمام بهال، ولا بي انا من وين ولا انا مين ولا ولا هم فعليا، انت مش اهتمامك، بس بقصد ولا هم كان في لا إشارة. لا اوكي لا. انا بفتكر الحرب الاهليه كثير كثير عملت ضغط على الاهل لا يخلونا، لما عرفت لما يخلونا نتعذب العذاب اللي هن تعذبوه، كيف؟ يعني هن تركوا وهن تهجروا حتى لو كانوا عندهم امتيازات. ولما ابتدت الحرب هون كان طبعا الحق على الفلسطينية، ما كانوا بدهم يدخلونا بكل هالمشاكل وبكل هال، عرفت؟ ف ما بعرف، حسيت حالي محمية من كل هال، يعني ولا حتى انه انتو مسيحية ونحن كنا عايشين براس بيروت، راس بيروت اللي هي المنطقة اللي فيها اكثر اسلام وقت الحرب اللي هيدا. وبتذكر انه ولا مرة نذكر انه هولي مسيحية ولا هولي اصلا فلسطيني، يمكن بس ما حدا اجى اذانا. ما بعرف إذا لأن ما بعرف كيف صارت الأمور، بس بعرف إنه أنا حاسة حالي كنت محمية أنا وإخواتي من كل المشاكل السياسية اللي عم بتصير حوالينا. إذا بدي أرجع لورا، كيف أهلك حموك؟ إذا هلأ بدك ترجع هيك تفكري بكيف حموني أهلك يمكن تصرفوا؟ بلا ما، يمكن بلا ما يجوا يقولوا لنا انتوا فلسطينيه وما تنسوا انتوا فلسطينيه، اسكن فلسطيني ولازم ندافع عن فلسطين. وهلا طبعا هن مع القضيه وكل شيء، بس ما كانوا سياسيين، ما كان عندهم وعي سياسي. كيف يعني هاد انه هو هم عنده مع يعني القضية بس ما عندهم وعي سياسي؟ لا يعني ما عندهم وعي سياسي، يعني مش رح يجي ابوي يقول لي هلا كانوا يتسمعوا الاخبار، هذا كله بتذكره، بس ما كان في، ما بعرف يعني، ما اخذوا حد مع حدا، ما حسيتهم اخذين جهة، تقصدي على ضلهم مستوى هيك. الممارسة السياسية انه ما ايه اخذوا طرف حزب ولا ايه فصيل هن ولا كنت كذا؟ ايه اكز ايه ايه كان بدهم بس بس انه يا باروقوا روقوا لنا اياها، رح تخلص الحرب وخلصنا بقى. شو ما شكل بعرف، عم بقول شو لك ال... انا لانه ما كنت واعي وما كنت مهتمه بكل الاشياء، ما بعرف قد ايه فيني جاوب هن وين كانوا بهالوقت. احنا مش بحث هلا لحد هذه لا انا المقابله، عم هي بعمل تاريخها بحث انا 29 الموعد التسجيل 29/7/2023، يعني حتى اللحظة هاي هذا المستوى رواية كارول لحد هون فعليا. إذا حدا بيعمل معها الرواية بعد 5 سنين بجوز يطلع تفاصيل تانية يعني، بس أنا أكيد بقصد إنه شكل التفاعل مع القضية اللي أنت عم تحكي عنه اللي متأكدة منه في حالة أهلك كيف كان شكله؟ عم بتحكي لي أنت بتقولي لي إنه أهلك كانوا مع القضية بس ما كان في عندهم وعي سياسي، ما كان عندهم ممارسة سياسية. يعني قصدي رح أقول لك ولا مرة أجوا قالوا لنا مثلاً ما بعرف كيف اقول لك، ما كان عندهم وعي سياسي. يمكن عم تخنا ما كان عندهم وعي سياسي، اكيد كان عندهم وعي سياسي، يمكن ما نقلوا لنا الوعي السياسي لإلنا، هذا قصدي. يعني ما اجوا قالوا لنا ليكو انتو وعو انتو انتو لبنانيه بس فلسطين هي اهم من لبنان، يعني ما كان عندنا هالديسكورس. بتذكر هيك انه انتم كنت تشكروا لبنان لانه عطاكم جنسيه، لانه انتم عندكم امتيازات غير الباقيين، رحتوا على المدرسه هون، اصحابكم لبنانيه. كان هيدا كتير واعي فيي. ما بعرف اذا جاوبتك. لا عم ما بتجاوب كنا الحمد ما لله. ايه عم جاوب، يعني ما كنا نحكي سياسه بالبيت، هن الكبار كانوا يحكوا اكيد طب تحكي لي الجيران انت ولا انه هيدا، انه بس اهلك، انه بتحكي لي انه ابوك فعليا مثلا كان بتابع اخبار وكان بيعرف وجزء منها طبعا انه هذا. شاف؟ طب كيف كان شكل، انت شو بتوعي انا رح اقول لك لشكل المتابعة بالتنين، هاد؟ انا رح اقول لك ب 82 لما صار في اجتياح اسرائيلي على بيروت وعلى لبنان،
بتذكر نحن عايشين بالغربية، يعني بالمنطقة اللي كان فيها الإسلام، يعني هن الشريرين اللي كان فيه المخيمات الفلسطينية. اللي بتذكر مرقوا الإسرائيلية ورموا وراق عليهم إنه أنتوا يا سكان بيروت نحن ما بدنا نأذيكم، بس نحن رح نضرب المخيمات وأنتوا يمكن رح تنأذوا، فأنتوا ظهروا من بيروت. بتذكر أبوي قال أنا ظهرت من فلسطين وما رجعت، مش رح أظهر من بيروت. فهيدا هيك شوي بقي معي، شو يعني، شو هل لأنه هو عاش النكبة ولا شو صار براسه وشو ما بعرف، بس هيدا كان هيك شيء كتير واعي إنه أنا مش رح أظهر من بيروت. ولما بترجعي كمان وبتحكي لي على انه كان بتابع اخبار، في شكل متابعة، كان في صحف، كان في جرايد، كان في تفاعل مع احداث كان في ممكن توعيله؟ لا ايه بعرف، كان بس انه لما نفوت على الاوضه ولا على الصالون وهو قاعدين عم تسمعوا اخبار، بس يقولنا توطوا صوتكم. ما بتذكر شيء ثاني، بتذكر بس انه كان لازم نسكت لما عم يسمعوا اخبار، وطبعا كان في الجرايد ايه، بس كانوا يقروا جريده بالفرنساوي اهلي مش بالعربي، لوريون لجور. اوكي. كارول، لما بتحكي لي كمان على لما بتحكي لي على الحرب الأهلية بأكثر من محطة، يعني سواء بتليفوناتنا السابقة أو هلأ، عشتيها كلبنانية؟ ايه عشتك اللبنانية، عشتك اليوم اللبنانية. اليوم لما بترجعي تطلعي عليها بوعي مختلف او بشكل رواية مختلفة لما بنتيها لحالك، في شيء تاني بتفكري فيه او بتشوفيه بشكل مختلف او بتتفاعلي معه بشكل مختلف؟ هلا لو كان عندي الوعي الكافي وقتها، بس ما كان عندي الوعي الكافي. ايه اكيد كنت اتعاملت بغير طريقة، كنت اتعاملت بغير طريقة اكيد، خصوصا انه وقتها، خصوصا ب 88 وقت ما قصفوا المخيمات. انا لإلي كان عم بيقصفوا المخيمات وكنت عم نشوفه من البيت، بس ما كان عندي الوعي الكافي انه هولي هالجماعة تركوا فلسطين واجوا على المخيمات وهلا عم بيقصفوا مرة تانية. يعني الوجع هيدا ما كان عندي اياه وقتها، ما بعرف شو كنت عملت وقتها، بس انه هلا انت كان في بيتكم كان كان مطل على شو؟ على البحر. واي مخيم كنت لما بتحكي لي كان كنت عم بتشوفيهم بضربوا صبرا مخيمات؟ شتيلة، كنا نشوف ما كنت نشوف صبرا وشتيلة، كنا نحن على البحر، بس كنت تشوف، بتذكر كثير منيح، حمار كله أحمر كان السماء من جهة صبرا وشتيلة، هذا كان 82، والضرب طبعا كنا نسمعه. وإيش إيش في شو إيش عشنا حروب. ايه إيش في كمان صور اللي هلأ هيك إذا بدك ترجع تطلع عليها بتشوفي إنه في ممكن تتفاعلي معها بشكل مختلف؟ يمكن كنت ما عم بقول لك، لما قلت عم كنت محمية مثلا، انا كنت كثير من اصحابي كانوا يروحوا على المستشفيات يساعدوا، انا ما كان حتى ببالي انه ممكن نروح ساعد، مش لانه ما بدي ولا لانه اهلي ما بعرف، كنت بغير محل، كنت يعني بغير محل بعواطفي بتفكيري بنضوجي، فما بعرف. بس أكيد كتير أشياء لو كان عندي هلأ، مش بس مقارنة لفلسطين ولا لهيدا، بالحياة كلها كتير أشياء كنت عملتها غير لو كان عندي النضوج. طبعا مفهوم. مفهوم. طب اذا بدي اطلع من لبرا البيت شوي وابلش ابني انه على مستوى الرموز، وهون هيك سؤالي طالع من فكرة البازل يمكن اللي جمعنا جزء منه من جوا البيت او قدرنا على الاقل نشوف ملامحها، بس برا البيت يمكن اذا بدي ابلش اسال وين اول حنظلة شفتيه، ولا وين اول صورة او بوستر او فيلم او قصة او حدث او خبر بلشت تتفاعلي معه على مستوى فلسطين؟ ما في شيء هيك كتير
مخصص مش اللي هو بالضرورة، خلي مش بالضرورة، بس إذا بترجعي ما هيك بدك بتذكر أفتح مثلا أول شيء اول ممكن يخطر حنظلة لك. ولا اول مرة سمعت عن غسان كنفاني ولا ما بتذكر امتى بصراحة، يمكن هيك تراكم قصص وصور وما كان في شيء هالقد وعاني او اكثر من وين تراكم. بلش التراكم؟ بلش تراكم يمكن عن 99 2000 وقت ما وقفت على المسرح وقالت لي انت فلسطينية، بلشت اوعى، بلشت اتفرج اكثر، بلشت اشياء اتفاعل معها اكثر، بس ما في هيك صورة شيء كتير انه ايه والله هيدي هي. حبيتي انه حكولك انت احنا 3 فلسطينيات وقت وقتها لما حكولك؟ وقتها نقزت شوي بصراحة، وقتها قلت لا بس ما انا لا انا لبنانية، انه ايه اصلي فلسطيني بس انا لبنانية، كنت بعدني حاسة انه لبنان يعني انه بدي اقول لك شغلة كتير دائما بفكر فيها، انا هلا اذا بدي اعمل فيلم او افلام او شو ما كان البوصلة تبعيتي هي فلسطين، يعني بيقولوا لي اعملي عن الزبالة، اعملي عن السياسيين اللي هون لبنان، عن شو عم بيصير، عن ما كتير عندي ما بعرف، كتير غريب، بحس انه القضية هون منا قضية، لبنان عم بحكي يعني ما عنا قضية، عنا قضايا يلي ما بعرف كيف ممكن ينحلوا، يعني ما عنا مش عم نشتغل ضد واحد، عم نشتغل ضد 30 قضية و30 هيدا، فلسطين في واضح ضد إسرائيل، ف القوة اللي عندي لأعمل شيء الانرجي هي لفلسطين، يعني بعد ما خلصت عايدة ريتيرنز عم فكر شو بدي أعمل لفلسطين. المشهد وقفت على المسرح 99 2000 وبدي أضل أرجع له لأنه بعدين صارت الانتفاضة الثانية، فأكيد كمان يعني مشيت بالمظاهرات هون، ايه هيدا بتذكره، هيدا كان طيب واضح بال، وكان يمكن بن اول مرة بوقف بمظاهرة فلسطين بس ما قبل ترجعني كتير لانه ما كتير بتذكر، انت عم ترجعني وانا عم بقدمك، طب لا ما كتير بتذكر شو عرفت يعني هيدا، انه ايمتى فلسطينيتك طلعت، طلعت شوي هلا شوي فلسطيني. انت بتعرفي شو هي المشكله؟ انه انت لسه مش مسلمتي لي بالكامل، يعني صانعه افلام، انا عم بعمل شيء مع صانعه افلام، عم بعمل مقابله مع أنا صانعه اللي افلام، لازم فزي كانه أسألك احمد أسئلة، انه انت جاي تسالني السؤال الكبير ما راح اعرف اجاوبه، فزي كانك مقرر بس انا عم باخذ اجابات يعني انا تمام انه عم أوكي بالعكس عم يعني ورح تنسمع للي بيسمعه ورح يشوفه رح يطلع فيه بازل، او عم تطلع معي انا بازل كتير ملفتة مش بسيطة، بس والله بدي انا ارجع ملاقي، للصدمة. لا انا بدي اقول لك كثير بسيط اللي عم بقوله، ما حاسس انه في بازل عم سيبيه سيبيه يتركب. بازل عادي، بازل اوكي تمام اوكي رواق يعني. اوكي بس بدي على اقول لك ما فكرة ما في بحياتي ما عرفت اعمل بازل ما بحياتي عرفت اركب وحده بالبازل، بس لاقول لك ايه. حلو، بس انت فعليا بازل موجودة وانا اللي عم بركبها، فانت مش مطلوب منك اوكي تركبيها، انا عم بركبها تمام. اوكي انا بس بحكي لك اعطيني الحجر اللي لونه احمر، فانت بس هيك تعطيني اياه اوكي تمام. هيك الدور. هلا حاضر حاضر بدي اشاركك اشي تاني، انه حتى هذا السؤال اللي بيتعلق بفلسطين على قد ما انا بسأله، انا مرة حلقة بعد حلقة وحوار بعد حوار بتتغير سرديتي. فسمعتني قبل يومين يعني سألوني اصحاب، فكنت قاعد في قاعدة رويت اشي، حكيت اشي قبل 3 شهور حكيته بشكل مغاير، فطول الوقت فعليا في اشي اللي في كمية من الصدمات اللي بنعيشها باليوم يوم بترجعنا لورا، اشياء بنتعاطى معها بشكل مغاير يعني، فدائما هذه سرديتنا وروايتنا ما في اشي نهائي فيها. مظبوط معك فأنا حق. دائما راح أضل لآخر إشي لهاي لحتى هذه الجملة اللي كتير حلوة اللي أعطتيني إياها، إنه أنت راح تضلك تشتغل لفلسطين اليوم، شكرا. بس بدي أرجع لورا، ما لك الصدمة اللي تتشكرني،
لا بشكرك على الجملة الستيتمنت مش على شيء ثاني. لا بفتكر ترجعني لورا ترجعني المسرح لورا. قديش أخذ حيز من تفكيرك ما بعدها عشان اليوم تتذكري بهذا الشكل؟ ايه اكيد كان صدمة لي لما قالت لي مريض انت فلسطينية، يعني بحس انه ايه كان شيء هيك وعاني. اول شيء رفضته شوي، يعني كان الحديث معه بعدين قلت له ليكي اذا صار في حرب بين لبنان وفلسطين ما فيني دافع عن بلد ما بعرفه، يعني انا دافع عن لبنان لانه انا خلقت هون. و بعدين صرت افكر انه شو قلت انا، انه لا في شيء هون على كل حال كتير صعب. وقتها لو صار في حرب بين لبنان وفلسطين كان كتير صعب واحد ياخد دور مع هيدا او مع هيدا. على كل حال برجع بقول لك ما صار في اها مومنت، وعيت شوي شوي على فلسطين. يمكن كمان فيني أقول شغلة كتير كتير مهمة. أنا بشتغل مع منى الخالدي اللي صرنا 11 سنة بنشتغل سوا، هي أصلا من القدس، وهي كتير كمان زيادة وعتني. هلا وعي أنا كنت على فلسطين بس صار كله هيك نشتغل سوا لفلسطين. فما فيني جاوبك هيدا اللي وعاني ولا هيدا، ما في سوري افيش جواب. اوكي. بعد كم شهر ما بعد هذا المشهد صارت الانتفاضة الثانية انا امبارح شو تقريبا؟ اكلت ما بتذكر. تقريبا كارول تقريبا. ايه هيك شيء بعد كم شهر صارت الانتفاضة الثانية ما بعد بتذكر. كم شهر؟ مش هاي باللبناني بتطلع معطى، بالفلسطيني سؤال. ايه باللبناني ايه بعد كم شهر بالفلسطيني بعد كم شهر. مش عارفة والله مش عارفة ما بس في شهر. بتتذكري انه كان في اي احداث اي حوارات اي تفاصيل صارت بهديك ابدا المرحلة بينك وبين حالك؟ اول صور للانتفاضة الثانية تفاعلتي معها او وصلتك على بيتك؟ عم ترجعني كتير لورا يا أحمد، ما عملت هالتمرين قبل مع أنه كنت عارفة أنك رح تعمل تفتلي بهيك. دكتور أسنان أنا. دكتور أسنان على فكرة مبين عاملة عملية مبارح. لا ألف سلامة. شكرا هذا. أول صور، أول ما فيك تبحث أكثر، مش لأنه أنا مش عم بسلم حالي، ما في شيء تاني أبحبش فيه، إذا لقيت ببقى بقول لك بعد شوي. ليه طلعتي رجعت مظاهرة طيب؟ لا لأنه كانت كل بيروت أول شيء طالعة مظاهرة، يعني أنت كل ليه طلعتي مظاهرة؟ لأنه حسيت انه الطريقة الوحيدة يمكن واحد يصرخ وجعه ويطالب بشيء وبالمظاهرة، يعني ليه انت كنت شايف ايش موجوعة عم بيصير. وقتها؟ لأنه في شعب كان عم بينقتل، عم بينظلم، عم بي الشعب اللي هو اهلي كانوا منه. ما كان في هال، بس يعني اللي انت عم تجرب توصل له ما كان موجود. مش انه انا قعدت فكرت انه هو كان اشياء طبيعيه عم بتصير تراكميه. بعرف كارول بعرف. بطلت حلليني، وقفت حلليني انا شو عم بعمل. تمام، اوكي انت معي هون مش هناك، يعني انت هناك هلا هيك وقفت تحكي لي شو اعمل. بس مره تانية عم تحكي لي هلا انه اهلك جزء منهم، بس هذا الوعي فعليا من بدايه الحوار لهلا ما لمسته. وين بلش يصير انه في شعب عم بنقتل؟ تمام، ما في شعوب كتير عم تنقتل، واذا بوقف مع بالمسار غير نفسه شعوب تبعك كمان.
تمام، بس انت عم تحكي لي كنت بمسار تاني تحديدا، انه كان في اشي جنب البيت عندك اللي ما تفاعلتيش معه، ما تفاعلتيش معه كيف اليوم ممكن تفكر حالك ممكن تتفاعلي معه. بالانتفاضة التانية لما صارت اكيد بالوعي، بمستوى الوعي اللي كنت واصلتي هنا، كان ممكن تتفاعلي مع هذاك المشهد بشكل مغاير. هلا عم تطلع معك جملة عم بتقولي لي انه اهلي منهم او اهلي جزء منهم، بس هون انت لما نزلت تظاهري مرة تانية، لا لا ما في تناقض، بالعكس في اشي، في اشي يعني بروايتك انا يعني عم نبنيه سوا. بس لما بتحكي لي انه انت نزلت غضباني او ليش مرة تانية، شو الصور او شو القصص اللي اغضبتك اصلا، كيف وصلتك، كيف تشكل الغضب عندك وقتها؟ يعني صور على التلفزيون أحمد، صور الناس اللي ماسكين يافطات اللي عم بتصرخ، الحجارة، يعني ما بده الواحد يكون كتير عنده بأي مرحلة؟ عواطف، عرفت، ليشوف شو عم بيصير، إنه هالقضية هيدي قضية حق، قضية يعني ما كارول بدك. عادي، كان في ناس فلسطينية كمان موجودين، عادي الاشي، مش انه هيك مفهوم ضمنا انه اي حدا بفتح اخبار بتفاعل وبغضب بنزل مظاهرة، مش هيك الاشي. في فلسطينية مثلا اللي موجودين في امريكا او الفلسطينيين اللي موجودين في اوروبا تفاعلوا مع فلسطين ومع فكرة فلسطينيتهم بعد 11 سبتمبر، بعد الاسلاموفوبيا على سبيل المثال. فمش بالضرورة فكرة انه صورة محمد الدرة هزت الكل، او فكرة الاغاني الوطنية ما اللي في طلعت عربيا، معك حق، ما في صورة هزتني اذا بدك هالشي، هو مجموعة صور فيني اقول شو هيك. هم، شو هم هم تعرف في كتير قد ما صار في ضربات على فلسطين، صاروا الصور عرفت، كان في الحجارة، كان في بني الحيط، كان في لما يتوقفوا على الحواجز، كان في عم بفجروا لهم بيوتهم، بيطلبوا منهم هم يفجروا البيت، الولاد اللي عم بيموتوا، اللي عم تخانق، يعني صور 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 صور. حتى هلا يعني عم تقول لي قد ما في كمية صور، قد ما في كمية غضب يلي هيك عم بيطلع بيطلع بيطلع، ما فيني اقول لك شو هي الصورة، وما فيني اتذكر شو كانت هيدي الصورة يلي خلتني اوعى، يعني ما عم بتذكر اذا شو بعرفني تفجير بيت ولا جندي اسرائيلي عم بقوس بعين حدا. كان قبل، كان بالثمانينات، كان بالتسعينات، كان هلأ، كان يعني نون ستوب، مش يعني اشياء ما عم توقف. فما عندي صورة واضحة لشو هو، يلي هو تراكم صور، هو هيك. هي فعلا كانت الانتفاضة مليانة مزدحمة بصور، وكل ما نرجع نطلع عليها بنشوف منلاقي صورة تانية او صورة مختلفة، فبنخاف نجاوب عليه. بس مثلا في 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 مشاعر بتتذكريها، اذا بدي احكي انه انسي فكرة الوعي، في مشاعر فعليا تفاعلتي معها بتتذكريها، بكيتي في محل، حزنتي في محل، في اشي اثر فيك بهديك المرحلة بهديك الفترة؟ حزن وغضب، ما في شيء هيك، حزن وغضب. يعني أنا لو كنت دائما هيدا بتسأله، إنه نرجع على قصة إنه أنا لبنانية فأنا عندي امتيازات، أنا لو أول شيء لو كنت بعدني بفلسطين، لو خلقت فلسطين ولو عم بيصير فيه اللي عم بيصير بكل هالشعب، أكيد كنت عملت شي عملية انتحارية، يعني ما بفتكر كنت ضليتني قاعدة عم بتفرج. يعني كنت يعني ليش عم بقول هيك دخلك؟ ما بعرف لأنك ليه عم بقول هيك، رجعت لأنه غضبتي؟ الغضب، إيه رجعت غضبت يمكن، لأنه اللي عم بيصير مش مقبول، يعني مش مقبول، شو عرفني، يعني حتى ما بقى في كلمات أحمد واحد يعبر عن نفسه. يعني واحد مرات، واحد كيف حاسة، تفضل ضلني ساكتة، شو بدك تحكي؟
شو ممكن الواحد يقول لي؟ يمكن أنا بصور ما بحكي، يعني بصور يمكن الناس اللي عم بتعبر عن وجعها، الناس اللي عم بتعبر عن حزنها، الناس اللي عم بتعبر عن، بس يمكن هاي طريقتي أنا أعبر. مني أنا مني من الشخص اللي رح يقعد ويحكي يسرد شو حاسس ومن جوا كله، مني حدا بيحكي، حدا بصور بينقل صورة يلي هي صورتي يمكن. إذا بدي أحكي بالانتفاضة الثانية، بدك كنت مخرجة وقتها بالخبرة اللي موجودة عندك اليوم، وبدك تنقلي صور أو بدك توثقي شيء ما، هلأ إذا بدفعك لهيك سؤال بتقدر تخبريني شو ممكن تعملي؟ ايه كنت اكيد هيدي بدها شوية عصف ذهني مثل ما بيقولوا برين ستورمينج. كنت اكيد عملت شيء، كنت اكيد طلعت بفكرة فيلم، بفكرة اكيد يمكن كنت حكيت مع اللبنانية بالنسبة للمظاهرة هون ضد اسرائيل مع فلسطين، يمكن كنت ما بعرف شو كنت عملت. هذه بدها هيك أسبوع تفكير، وبدك تكون عايش الجو لتشوف شو ممكن تعمل، بس أكيد كنت عملت شيء. إيه طب لما منيجي منكمل ما بعد الانتفاضة الثانية، وأسألك إمتى أول مرة ما بعد المسرح صار في كمان مشهد بحكي لك إنه أنت فلسطينية أو بتعرفي حالك فلسطينية؟ ما في مشهد، بفتكر من وقتها بلشت قررت انه انا لبنانية اصلي فلسطيني. ما في مشهد تاني هلا عم بفكر هيك بالضبط مشهد، ما بفتكر. لا إمتى أول مرة عرفت حالك أو بتتذكري عرفت حالك لبنانية من أصل فلسطيني، أو بلشت تحض يعني من وقت يحضر؟ حتى لما كنت صغيرة كنت أقول أصلي فلسطيني، يعني ما كنا مش إنه ربونا أهلي بطريقة إنه نستحق إنه نحن فلسطيني، لا كنت دايما أقول أنا لبنانية من أصل فلسطيني. وحتى بتذكر تكون قاعدة مع الأصحاب ويرن التليفون أو أنا تلفن لأصحابي وقتها، ما كان لأهلي، ما كان في طبعا سلر وهيك، وتقلب لهجتي كان يطلع بأصحابي في مين أنت؟ يعني قالوا ابوي ايش عاملين؟ يي بتحكي فلسطين؟ بقول ايه ما انا اصلي فلسطيني. فما كان، ما كنت شيء بخبيه ولا كنت شيء فخوره فيه، يعني كان هذا الطبيعي، انا لبنانيه من اصل فلسطيني. بس فكل حياتي بقول انا لبنانيه من اصل فلسطيني، يمكن صرت اقوله بفخر اكثر لما بلشت اعمل افلام، ولما وقفت على المسرح بعد أول فيلم وهيك وعيت إنه لا لازم نضلنا نقول فلسطين فلسطين، لازم نعيد فلسطين 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 للناس ما تنسى، وللناس تضل تقول إيه والله في ناس فلسطينية حوالينا، في ناس تعمل أفلام، في ناس لأن هيك هلا برات لبنان بالهيدا بتفوت على محل من وين وير ار يو فروم بالستاين بصرخ بكثير هيك، ولا حتى بقول لبنيز. يعني انت عم تحكي لي انه هلا ذكرتي انه كنت يعني او تعودت انك تعرفي حالك انه انت لبنانيه فلسطينيه، بس كل المساحه او المجتمع اللي كنت عايشه فيه كان يعني بيعزز اكثر لبنانيتك لحد ايه فعليا ما هيك عم نحكي. مزبوط، يعني بالمدرسة كانوا كلهم لبنانية حوالي، يمكن كان في ولاد من ولاد فلسطينية بس ما كان شيء واعي عندي. لعبت بالفريق اللبناني، مثلت لبنان بالباسكتبول، لعبت بينج بونج كمان كنت ألعب كلبنانية، فلا كنت لبنانية. مثلت لبنان في الباسكت بول أي سنين؟ كرة مثلت السلة. لبنان بكرة السلة من يمكن 77 لل 92 لل 93 94 95 95 96 هيك شيء.
وبالسنين هاي ساهمت أكتر بتعزز لبنانيتك أكتر. ما بعرف يعني بتعزز انه بدي اربح لبنانية يعني ايه ما بعرف اذا انه هيدا كان شيء ما واعي كانش في انه أي مشهد بالمساحات هذه كلها من المدرسة لحد مثلا الباسكت اللي بيحكي قصة أو تفصيل اللي هي ممكن تكون أثارت جدل في راسك أو صدمتك أو صار في ذكر لفلسطينيتك فيها بشكل سلبي؟ أبدا لا ما ولا مرة صار في موقف وين ما حدا حكي ضد الفلسطينية ولا انزعجت ولا حسيت إنه في قهر ولا في لا كارول، إذا بدي أمسك المسار تبعك وأشيل الجنسية منك، كيف ترجعي بتمسكي مسار حياتك لحد لو موقفك بتشيل على المسرح؟ جنسيتي شو كان بتغير بمسار حياتك؟ أول شيء يمكن ما كنت وقفت على المسرح لأنه كان المسرح إجا بباريس، بمرحلة متأخرة. لا لأنه كان بباريس يمكن لو ما عندي وراء ما كان فيني روح على باريس، لو يعني كان كله تغير. بس قصدي هذا بمرحلة كتير متأخرة، بدي إيه أرجع لمرحلة كتير بدري من عند المدرسة يمكن. ما كنت يعني لو ما عندي كل هالامتيازات هيدا اللي عم بتقوله، لأنه لو لا، ما عندكش امتياز الجنسية، مش كل اما هالامتيازات هيدا على امتياز المسرح. الجنسية، ما هو بيروح لك كل اللي ما عندك جنسية وانت فلسطيني وعايش بلبنان بدك تكون بمخيم، ما عندك الوصول على اي شيء يعني. فلا حطيتني بمحل تاني يعني، شو الامتياز هو؟ الجنسية، امتياز الجنسية هو الامتياز يعني شي محل فيني. كيف مسار حياتك كان ممكن يكون من غيره؟ لما بتقولي لي حطيتك بمكان تاني؟ ولا مرة فكرت فيه، تعي ولا نفكر مرة فيه. فكرت فيه. لشو هلا تعملني ترجعني على شي مخيم ولا بالشوب لا، وما ما في بدي ارجعك على شيء مخيم، بدي اجرب اشوف مسار، يعني كنت كيف قديش الجنسية هاي غيرت منحى حياة حدا بشكل مختلف، يعني غيرت كل منحى حياتك، عن شو حياتي غيرت، يعني شو عن شو غيرت، كل شو كان شيء. ممكن تكون حياتك من غيرها؟ ممكن أكون بمخيم ما عندي كل هالامتيازات، ممكن أكون بمدرسة من الأونروا، مع الأونروا تخلص مدرسة إذا بدخل الجامعة ما فيني أشتغل، في يمكن 99 شغل ممنوع الفلسطينيين يشتغلوا فيه، ممنوع أتملك، ممنوع ماشي، كنت بالشارع يمكن على الموتوسيكل مع الزعران، ما فيني اتخيل، ما بفتكر كنت عملت افلام، او يمكن كنت عملت افلام، يمكن هيدي الوسيله الوحيده يمكن واحد يعبر عن حاله. ما عندي، ما يعني بفضل شوف حالي وهيك تفضل تشوفي حالك هيك. مع هالامتيازات، لانه كل ما اروح على المخيمات بسأل حالي كيف هالناس عايشة، يعني ما مش عايشة، مش عايشة. فلا تفضل، انت كيف بتشوفيها لما تنزلي؟ كيف بتشوف المخيمات؟ أول شغلة بشوفها بالمخيمات هي هيدي شغلة اللي هي إيجابية، يمكن كيف الناس مع بعض. هلا يمكن كتير بتخانقوا، يمكن هيدي فكرة كتير هيدا، بس العيال الكبار يلي كله عايش حد التاني، يلي كله بيساعد مفروض التاني، يعني فيها حياة الكوميونيتي الموجودة. هلا بنفس الوقت أكيد يمكن هيدا شيء هيك واحد بيفكر فيه هيدا، إنه يا شو حلو، بس ما بعرف قد حلو واحد يكون مطوش كل نهار وما عنده محل يقعد لوحده، ما عنده الزبالة، الأمراض، ما فيك تمشي لأنه بيجي موتوسيكل من هون، الغضب، بتشوف ناس غضبانة، عجقة، شوب، هلا إذا أنت بالشوب بالصيف، بالشتاء المي الطايفة، الناس اللي مش طايقة حالها. ولا أنا لما بفوت بكاميرا كتير مرات ببلشوا إنه الكاميرات بتيجي وبتصور وبتهيدا، بقول لهم والله معكم حق، بس أكتر منصور أكتر فينا نوصل صورة، معلش ما توخزونا، ما ف
يعني حياة لاجئ، حياة لاجئ، حياة لاجئة، اللي ما بفتكر حدا بحب يكون موجود بهالوضع يعني. وكارول بأكثر من سياق من أول الحوار بتضلك تحكي أو بتذكري على موضوع الامتيازات، بس إمتى يمكن هيك بلشت توعي لأنه أنت عندك امتيازات أو عندك امتياز جنسية؟ تعرف هلا كل يوم امتياز الجنسية ولا مرة فكرت فيه، انت وهديك مرة على التليفون فحكيت لي عن جنسية، قلت والله عندي امتياز كثير كبير، بس ما فكرت انه لانه عندي جنسية، ولا مرة عملت هالتمرين براسي لو ما عندي جنسية لبنانية شو كان صار فيي. هلا بكره بتمرن برجع ببعث لك مسج بقول لك شو كان صار فيي. بس الامتيازات بفتكر كل حياتي وعيت أهلي ربونا بطريقة إنه عندكم امتيازات، وشكروا whoever ربكم، ما بعرف إذا في رب، بس يعني فمؤخرا مؤخرا أنا صار عمري 62 سنة، بفتكر صرت هلأ كتير أقدر الامتيازات اللي عندي، وبخاف يروحوا الامتيازات، حتى الأصحاب، حتى يعني هول الحب والحنان اللي حواليك، أنا لأني هيدا امتياز، عندك سقف فوق راسك، عندك عم تاكل، عم بتقدر تسافر من وقت لوقت، كل هذا امتيازات، وما بعرف اذا هيدا العمر ولا النضج ولا، بس كل يوم في الصبح بقول تذكري شو عندك امتيازات وبلا نق. فيلم عايدة؟ فيلم عايدة، هلا بدنا نفوت بفيلم عايدة؟ لا ما بدنا نفوت فيه، بدنا نحكي عنه. ليه قررت تعمليه؟ قررت أعمله لأنه شو بيقولوا to honor، شو بيقولوا honoring somebody، honoring some أعطي الشرف أو أشرف أو هيك؟ أشرف أو إيه أو للوالدة. هلأ أنا قلت إيه، أنا قلت ما كان قصدي أعمل فيلم، ما كانت الفكرة أعمل فيلم، بس كتير مبسوطة إنه باللي عملته كان فيني أعمل كل هالشي بلا ما يكون فيلم، وأرجع الوالدة على فلسطين مثل ما صار بلا ما أصور. بس بحس إنه الناس لازم تعرف انه هيدا الفيلم حتى بيحكي مش بس للفلسطينيين وللعرب، يعني انا فرجيته لاجانب ما عندهم ولا فكره شو عم بيصير بفلسطين، طلع معهم كثير اسئله اللي هو كثير حلو، انه ليش ما فيك ترجع انت، وهو هيدا القصد الفيلم كمان شوي يسال هالاسئله، انه طب ليه انت، اما انت خديها لامك، وليه ما فيها هي ترجع كانت، وليش هربتي، مش انه بس هيك فوتت الرماد معك، بهالاسئله اللي عم تنطرح من ورا الفيلم كثير حابه تضلها تنطرح، يعني حابه اكثر عدد ناس حتى العرب اللي ما بقى عندهم اي صله مع فلسطين شوي هيك يعمل لهم كليك براسهم، فلسطين يعني أنا بفتكر أمي أكيد حلمها كانت ترجع فلسطين، و حققت لها شيء، حققت لها ما بعرف، حققت شيء، حاسة إنه حققت شيء. بالصور والمشاهد أنا كيف شفت إنه في مرحلتين، يمكن في مرحلة كنت أنت كمخرجة كحدا بيشتغل في القطاع وبصور صح، وبعدين في حدا اللي أخذ قرار إنه بده يعمل فيلم فصار يصور لأجل الفيلم، في هيك شيء؟ لا، المرحلة الأولى اللي كنت أنا عم بصور فيها هي وهي ومريضة، ما كان في قرار، ما ما كان كان بدي في أعمل قرار. فيلم، ما لا لا ما كنت عم بلعب مخرجة يعني، ما كنت، بس كنت، لا طبعا كنت أمسك الكاميرا بلا ما أحركها كثير، يعني هيدا شيء بيجي، يعني خلاص هذا سلوكك، هذا هيك هذا صار. هذا سلوكي، بس إنه كثير مرات أحط الكاميرا على ترايبود صغير وأقعد حدها، يعني ما كنت دائما ماسك
بس ما كان في قرار فيلم ابدا ابدا، ما كنت عم بشتغل كمخرجه، كنت عم بشتغل كحدا عم بيوثق بنت، عم بتوثق امها، حياه امها. هذا كان بأي ال مرحلة، بأي مرحلة أخذت القرار أو حسيت إنه بدك تعملي فيلم؟ اخذت القرار لما قدرت اخذ اهرب الرماد من بيروت على فلسطين. يعني وقتها بلشت، حتى وإنت عم بتهرب الرماد لفلسطين ما كنت لسه ماخذة قرار لا الفيلم؟ مبلا مبلا، لما اجت قبلها تانيا، أخذت قرار الفيلم. لا لما اجت تانيا وقالت انا باخذ الرماد، قلنا خلينا نصور، قلنا نشوف اذا بيطلع فيلم. فوقتها صورنا كله، يعني صورت لاشوف اذا ممكن يطلع فيلم، مش لاوثق، كان اكتر لفيلم. وامتى رجعت للرشز اللي عندك قبل؟ قبل ما يروح الرماد، قبل ما تاخذ كنت القرار. عم بت اه قبل ما اخذ قرار كنت عم بتفرج، لانه كنت مشتاقه للوالده، يعني ما كنت عم بتفرج لاعمل فيلم. وبمرحلتها بهديك المرحلة حسيتي انه في شيء بدك توثقيه او بدك تطلعيه وانت عم بتشوف الرشز اللي صورتيهم قبل؟ عم بقول يا الله ليش ما سألت كل هالأسئلة قبل على الكاميرا، وليش في أسئلة تانية، وليش هل كان عندها مثلا، دايما بقول هل كان عندها حبيب أمي قبل ما تترك العمر 21 سنة، كانت تحب حدا؟ يعني كانوا يظهروا بالليل تهرب من البيت مثلا؟ ما بفتكر، لأنه كان كتير هيك بروبر أمي، ما كان في هلا. بس مثلا كانت تدخن بالمخفي، هيك أسئلة شخصية مش عن فلسطين كان أكثر. إيه كل هولي ما سألتهم، كنت حبيت أسأل إياهم. الرشز اللي موجودين عندك هدول طلعوا لأجل قصة فلسطين، في رشز تاني موجودة عندك؟ في شي 200 ساعة تصوير رشز بموريال، يعني كتير أخذني وقت مونتاج، لأنه أنا كنت أحط الكاميرا وضلني عم بتحدث معه. يعني إيه في كتير رشز، بس لا هول اللي طلعوا، يمكن كنت حبيت بعد أحط زيادة، بس هول يعني محطوطين يعني بالمونتاج بطريقة، وين عم نحكي عن الموت، وين عم نحكي عن فلسطين، وين، يعني كله هذا كان بكفي، يعني ساعة وربع الفيلم، يعني طويل. وإذا بدنا نرجع، للرشز اللي موجودين عندك، تصنيف كيف تقدر تصنفيهم أو كيف بتصنف الرشز على المواضيع؟ حكي عن الموت كان هيدا واحد من السيجمنتس، قد ايه ما كان بدها تموت، هي كانت معلقة بالحياة وكانت خايفة من الموت. في كان سيجمنت على الألزايمر، على كيف واحد بيتعاطى مع الألزايمر. كان في قصصها مع فلسطين، هي عم تحكي عن فلسطين. كان في عدة سيجمنت، كان في عن أهلها لما تحكي عن أهلها. إيه هلا عم ترجعني على المونتاج، كثير كان في كتير قصص، كتير ضليتني شي سنتين عم بتفرج وعم بحط، عم بعمل اديتنج لأشوف كيف بدي أركب كل إشي بعدين. وفكرة العودة بحد ذاتها كارول، إمتى انذكرت أول مرة عند أمك لتستفزك وتعمل الفكرة المجنونة اللي عملتيها؟ تفتكر أنت فكرة مجنونة؟ طبعا أنا مجنونة. لا لا، كيف بالعكس، هلا بدنا نحمس الجميع يرجعوا على فلسطين، عايشين ولا ميتين طيبين. هي يمكن ولا مرة اجت قالت لي كارول أنا بعد ما أتوفى رجعيني على فلسطين، يعني ما صار هيك حديث هالقد هيك مباشر. بس بعرف انه كانت لما تحكي تقول يا الله يا ريت فيني ارجع على فلسطين، ولا بحب موت بفلسطين، ولا هيدا كان قبل ما تمرض عم بحكي. ف اجت الفكره من قد ايه هي وصلت لي
فكرتها انه بتحب تعود على فلسطين، ترجع على فلسطين. يعني ما صار في طلب هي ومريضه تقول لي بليز رجعينا على فلسطين، لا ما صار هيك. صار من وراء الاحاديث اللي قبل ما كانت مريضه تقول لي قد ايه بتحب ترجع على فلسطين، فهيدا اللي خلاني ارجع على فلسطين. وأول مرة طرحت الموضوع هذا على مين؟ ارجع على فلسطين بهذا الشكل. آه منى الخالدي اللي بنشتغل سوا، هي كتير كتير بصراحة هي اللي شجعتني كتير انه يلا 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 ممكن تعملي هالشي. انا الا ايه بس ما بديت، انا خوفي الكبير كان يطلع الفيلم عني، اكبر خوف انه يابا هيدي قاعدة عم تحكي عن حالها. بس بعد ما خلص الفيلم وشوف شفت قد ايه عملت عرض خصوصي يعني برايفت، عرض بلبنان للاصحاب والاصدقاء كان في 300 واحد عم بيتفرج، لبنانيه وفلسطينيه ولبنانيه ما خصهم بفلسطين. حسيت قد ايه هالموضوع يونيفرسال، يعني منه مش من الشخص طلعت لبرا، وهيدا اللي هيك طمني انه مش عم بحكي عن حالي، عم بحكي عن كل انسان عنده شوية وعي، كل لاجئ، كل فلسطيني، كل لاجئ غير فلسطيني اللي هن بكندا الهنود ولا كل هولي، بعرف انه ممكن يشوفوا حالهم بهالفيلم، يشوفوا مش حالهم، يشوفوا نفسهم بهيك وضع. فهيدا هالشي كتير ريحني، لأنه حتى لما فرجيت أخوي الكبير اللي هو بيعمل كتير موسيقى، كان بدي هو يشتغل لي على الموسيقى، فرجيته قبل كان بعده هيك كتير دراف، طلع فيه قال لي شو عم نعمل فيلم عن العيلة مين رح يهتم؟ فشخشبني قلت يا الله، قلت له ايه بس حتى منى تقول لي لا 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 خلص الفيلم ورح تشوفه. ف لا مش عني الفيلم، كثير مبسوطة مش عني، عن قضية، عن حق العودة، عن فلسطين، عن الألزايمر، عن علاقة بين بنت وأمها، يعني في كثير لايرز بالفيلم. عندي استفسار، أو قبله خليني يعني هذا خليه آخر شيء، بس ردود الأفعال اللي إجتك أول شيء، شو بتخطر، شو بتتذكري منها؟ يعني هذا اللي عنت لك أو أثرت فيك بعد أول عرض؟ يعني وصل لي رسالات على التليفون قد ايه هلا، هذا كان من 6 شهور، في ناس لهلا بتشوفني على الطريق بتقول لي بعدني عم بفكر بالفيلم وبكل ما بعرف شو عنالي يعني، بس هيك مسجز طوال قد ايه الفيلم من جوا وقد ايه اثر فيهم وقد ايه شو حلو اللي عملتيه لأمك، كيف رجعتيها وكيف كان في محل كتير حلو، يعني في الـ ولا محل بهالفيلم في نقد على إسرائيل، يعني ما في، بس نفس الوقت آخر الفيلم يعني ما بعرف إذا فيك تحط هيك شيء، بس فيك تعمل بيب إذا بدك بالمونتاج بعدين، تعمل خدو للإسرائيلية. فينا نشيل هيدي المقطع، بس عرفت حدا قال لي عملتي لهم أكبر معبود، فهيك خي شو حلو. هو كمان في إشي مميز، إنه بالعادة إحنا يعني لازم نذكر رموز احتلال، فأنا لإلي كمان جزء من الأشياء اللي صارت تلفتني اللي هي مش ما بدي رموز تقليدية. أنا بطلت بدي أشوف جدار، بطلت بدي أشوف الشكل، الاجتهاد بإنك تعمل نفس الجب العسكري وإنت صعب عليك جدا تعمل نفس الجب العسكري، يعني تسوي زيه. فوصولا عند محل صرت أقدر كتير بالأفلام أو المشاهد اللي بشوفها اللي هي فيها مرور الكرام عن الجدار، يعني هيك. اكزاكتلي بس اكيد كمان صرت أنبسط أكتر لما ما بنحكي عن الاحتلال بشكل مباشر، يعني ما من هو تمام عم نحكي منستحضرش بهالفيلم. سوري
ما بنستحضر رموز الاحتلال بشكل مباشر، لأنه يعني مجرد الرواية الشخصية، وهذا بالمناسبة كارول اللي بحاول أعمله دائما في تقارب، أنه مجرد الرواية الشخصية طبعتنا من غير استحضار فكرة جب الاحتلال أو شهيد أو أسير أو اللي هي خليني أحكي الصور الأوضح لشو يعني احتلال، بتخلينا نحكي عن آثاره بشكل يعني مش بشكل يعني بشكل كتير بأثر. يمكن اليوم مع كثرة الصور اللي طلعت مؤثر أكتر من أني أستحضر صورة كيف تم تهجير أهلك. يعني أنا تواصلت مع شو خسروا أهلك من غير ما تحكي له شو خسروا أهلك. يمكن أنت كنت عم بتحاولي تعكسي فكرة أنه أهلك كانوا عايشين عيشة لطيفة، فأمي كانت بتحكي عن بيتها وكانت تحكي عن العز اللي عايشة فيه. مجرد لإلي كمان أني أشوف كمية الصور، نوعية الصور، المصورين اللي كانوا يصوروا أهلك، نوعية المناسبات اللي كانوا موجودين فيها، حتى برجعني لمحل اللي بخليني يمكن أميل للصورة مش السائدة عن الفلسطينيين بأنه عمومنا إحنا كنا فلاحين أو فقراء أو تعبانين وطلعنا بدنا نغير قطعتين. مش يعني بفكر أنا مش لازم أنشغل بقضية التغيير بقدر ما أنه كمان في قصص تانية لازم تحضر من غير ما تشعر أنه هي قصص استثنائية، هي كمان قصص موجودة. لا هو كمان لازم نغير أحمان، لازم نغير، لأنه بتشوف بعد هيدا ستيتشينج باليستاين خيوط السرد، أول هيدا الفيلم خلص من شي 6 سنين، بعده لهلأ هيدا الفيلم عم بيبرم بكل بالمهرجانات بالجامعات بيجينا طلب على الإيميل بليز بدنا نفرجي ستيتشينج باليستاين، نحن بنكون على الزوم بالفيلم بالهيدا، لأنه ما بيفرجي هالصورة يلي زهقنا منها، يلي وحدة قاعدة ولد نازل مخطو قدام تح وراء كله شحبار وراء خيمة ولا هيدا. خلاص لا، لازم نعمل نشتغل على تغيير هيدي الصورة. يعني فرض هي انا 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 بتفق معك انه لازم يكون في دائما اكثر من شكل عرض، يعني طبعاً دائما بس هذاك العرض تبعتنا بالروايه تبعتنا. انا بفكر انه التقصير مش بتقديم هدول الناس، هو التقصير فعليا انه يمكن هدول انه وقع عليهم ظلم اكثر اصلا من مساحات تانية. بس لما باجي بحكي انه انا كمان بحتاج اشوف باختصار شكل العائله الفلسطينيه اللي كان معها مصاري، شكل العائلة الفلسطينية اللي كان عندنا فيلل وكان عندنا بيوت. احنا مش كلياتنا كنا عايشين في بيوت طين، فحتى الصور اللي بتطلع من محل لانه حبيناها، لانه يعني بتقعد مع فكرة الضحية الكتير، الضعيف المسالم الأليف اللي فهيك بتيجي باكج أجيال وراء أجيال بتختار الصور يعني بشكل مغير. فلإلي لما كنت بطلع الصور أهلك كيف بمناسبات اجتماعية، كيف كانوا بسافروا، على مستوى شكل البيت تبعهم، حتى لإلي لما يعني شفت البيت اليوم بالفيلم برجع بتخيل كيف كان شكله زمان، إنه هذا مش بيت عادي، هذا بالوصف أصلا يعني مش من نمط البيوت اللي إحنا كنا نحكي عنها. فبمكان تاني لو إنه كارول من حدا عالق بالسردية بالشكل التقليدي السائد النمطي إلا القضية الفلسطينية، تقديم القضية الفلسطينية والنكبة، كان شعرت إنه هي ما بدها تحكي عن هذا البيت لأنه هذا ما بيمثل فلسطينيين، ما بدها تحكي عن هذه القصة لأنه ما بيمثل فلسطينيين. وبظن أخوك هو فعليا الصوت الثاني إنه إحنا ليه ما نعمل إشي عن العيلة، بس هو هذا كمان إشي كتير فلسطيني، جزء أساسي من الرواية تبعتنا، واللي أنا وياك بنحكي عنه هو مش الصورة التعبيرية فقط إنه طفل موجود ونازل شيء من منخاره أو كذا، بقدر ما إنه بنحكى كمان على الثوب الفلسطيني، إنه مين حكى إنه كل الفلسطينيين كانوا يلبسوا ثوب اللي عند الستات، إنه مين حكى إنه يلبسوا ما هو بنحكى كمان بضل ينذكر هذا النقاش، إمتى صار هذا اللبس هو اللبس السائد أو هو الصورة النمطية اللي بنتقدم فيه أو الدرزي هذه. ولكن يعني زي كأنه هيك انشغلنا برواية ما، وبظن أنه الفيلم مش بظن أنا متأكد الفيلم يعني قدم شكل آخر كتير مهم. وأنا هذا النوع من الأفلام والأعمال اللي صار يلفتني أكتر من الشيء المباشر. في فيلم آخر اللي هو لمؤيد عليان مؤخرا يعني كمان هيك هزني، بيت في القدس اسمه، بظن هذا من الأفلام اللي رح تعمل يعني تعمل نقلة بقضية أنه إحنا بنحكي عن حالنا بشكل مختلف
وكمان احنا بنحكي رواية الاسرائيليين عن حالهم، يعني احنا تقدمنا خطوة لقدام، مثل ما الاسرائيليين بيجوا بصورونا احنا صرنا نصورهم كمان ونحكي روايتهم عن حالهم من عنا. وشفت فيلم عودة عائدة او ايدا زرتين، عودة عائدة بطلع الترجمة الحرفية فبطلع عائدة. على فكرة بمقدمة الفيلم انا بمقدمة الحوار حكيت عودة عائدة، فما رح اعيدها، خليها زي ما هي، مش رح اسجلها مرة تانية. بس يعني ببقى رح يبان انه انت عدلت عليك. مش عائدة زريتون، عائدة ريتونز، عائدة بترجع ريتونز. ايه يعني عارف كيف؟ اوكي 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 اوكي. كارول آخر 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 شيء آخر شيء بدي أسألك إياه، خطر لي وأنا بحضره، بس يعني هذا يمكن كمخرجة أكتر وأنت رح ترتاحي بالإجابة شوي ممكن أو لا، بس كيف تعاطيتي مع شو تختاري من المرحلة اللي الوالدة فيها كانت مريضة؟ يعني في الصور ورشز موجودين اللي خاصة بالمرحلة الأخيرة بالمستشفى اللي مهمات لإلي إنه أنا أتواصل مع حالتها، بس خطر لي السؤال وأنا عم بحضر إنه طب هيك صار كتير أو لا، هيك صار زيادة أو لا، هيك في امتهان أو في حفظ طب هذا في غاية لإله بالفيلم؟ طب ما أنا تواصلت كتير مع الشخصية، يعني تواصلت معها وهي عم تحكي وتواصلت معها وهي عم تنسى وتواصلت معها وهي تعباني، وفي مشهد تحديدا هذا اللي يمكن يعني أيوة أنا من طرفي أزعجني، اللي هو بالمستشفى وهم مربطة وعم برفعوها رفع، يعني هذا بالبيت بالبيت اللي هي المرحلة الأخيرة اللي هي ما كانت قادرة تخدم حالها لحالها، يعني لا هي مرحلة آخر 3 سنين ما كانت قادرة تخدم حالها، هذا ما كان آخر شيء. بس رح أقول لك كتير 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 شورت عقلي قبل ما أحط هيدي هالصورة. بعدين دايما بأخذ رأي منا وقالت لي لا حطيها، ما فحطيتها. بعدين صرت فكر يعني نحن كلنا بنمرق بنفس المراحل بنفس الوجع، يمكن لما يكون عندنا أهل عم بيكبروا بالعمر أو وكلنا يعني قضية إنه أمي معلقة لأنه مربطة مش قادر تتحرك، ما كلنا عندنا أمهات ولا أبوات بيمرقوا بهيك مراحل. فتحس إنه ليه هالقد هيدا المشهد لازم يكون شخصي لإلي، يعني ما هو كلنا بنمرق بنفس الشيء، ليش أنا لازم أحتفظ بهيدا لما أنت يمكن أحمد بعيد الشر بس شايف والدتك يمكن عم بيصير فيها نفس الشيء بعيد الشر، ليش هيدا لإلي مش ممكن تكون للكل؟ دائما بسأل حالي هالسؤال. عنا نحن البشر انه هيدا كتير خصوصي، اما هو الخصوصي كمان شي محل ما بعرف. بس انا مش هيك نقاشي كارول، يعني هذا المحل لانه كل الفيلم اذا هيك بدي احكيه ما بيطلع الفيلم، يعني لانه اذا في اشي خاص او مش خاص انه كل الماتيريال بس هيدي الصورة انا لقلي ايه، بس هيدي الصورة نفس الشي لقلي. بس قصدي الـ 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 الغاية أو المبرر لإخراج هيك صور أو هيك فيديوهات، يعني ما في حدا بيجي بحط هيك صورة على فيسبوك أو بيجي بشارك على الانستجرام إنه هيك كانت أمي بآخر مراحلة، ولكن الغاية في شغلتين، يا إما بناء الشخصية اللي أنا بدي أتواصل معها أو في مبررات في الفيلم أنا بدي أشوفها. أنا لإلي شفت أنه أو بمكان تاني كمان بضمن الفكرة اللي أنت بلشت فيها بالفيلم، أنه حبيتي تؤنر تمجدي تعطي شرف تعبري عن حبك لأمك تخلديها بشكل ما. تعرف شو رح لك يمكن لأنه حتى بهالمرحلة اللي هي كانت آخر سنتين يمكن ما كانت قادرة تتحرك أمي، حتى بهالمرحلة كانت بعدها بتحكي عن فلسطين وبعدها بتتذكر فلسطين. يعني هيدا يمكن لا يمكن فرجي. هل عم فكر قدي الواحد حيلا حالي هو بعده بيحكي عن فلسطين وبعده بيتذكر فلسطين وبعده ما بعرف، يمكن هيدا كان السبب اللي
باللاوعي. أنا صراحة خطر لي الإشي يعني وخطر لي هذا المبرر، بس كمان ما 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 يعني ما غطى سؤالي أو أشبه سؤالي أو غطى أو خلاني شو عندك أتجاوز أسئلة استفساري، يا أحمد؟ شو عندك أسئلة؟ لأنه أنا قاعد بحضر عم بطلع إنه هي سات بكيف اعتادت أو حبت دائما بالمقابلات اللي هي واعي فيها تقدم حالها وتقعد وتلبس وبالصور اللي شفناها. مش متأكد يعني، بتعرف كتير أسئلة بتخطر للواحد أنه مش متأكد هي رح تحب حالها بهذه الهيئة، أو ممكن مثلا يعني تتعاطى مع هذه الهيئة بنفس الشكل. خطر لي من هذا الباب. من ناحية تاني، طب أنه حتى أسئلة تاني هي واعية لهذا الإشي، وأنا عارف أنه في إشي أنه ببناء الشخصية، وأنت عم تحكي لنا أنه ضلت تحكي على فلسطين، ضلت تحكي على فلسطين، بس في إشي بمحل حتى وأنا حابب إنه قديش عم بتخليني أتواصل، صار أزعج يعني، مش أزعجني أنا كمتلقي لإلي بقدر ما إنه في نقاش انفتح عندي ما عرفت أتجاوزه يعني ليك ولا خلال أنا. الفيلم وهو قاسي. هلا 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 تفضل. عم تحكي. أنا يمكن الوالد يمكن ما كانت حبت، ما بعرف، فرجي حالها هيك كمان. هيدا يعني ما كتير، لما حطيت فرجيتها لمنى وقالت لي ايه حطيها، ما حبيت اناقش حالي كتير صراحة، ما حبيت افوت باكتر تفكير انه هل هي كانت حبت ولا ما حبت، ولا كنت انه ايه هي حالتها هيك وقاعدة هي بتقول جون سي با بيان، انا مش منيحة، I'm not good. هي لو ما قالت هيك يمكن ما كنت حطيت، كنت عم بحاول أفرجي قديه ما كانت هي مرتاحة مع حالها وقديه بعد عم تحكي عن فلسطين. شو كرم آخر سؤال؟ ما في آخر تحولت لي إياها المقابلة آخر. على فكرة بالأول في جو غريب بالحوار هذا، اللي هو فكرة في حدا قاعد بشرف على الحوار. أنت مش ضيفة، أنت مش شريكة في هاي الحلقة، أنت بتشرفي علينا. ما رح توصل أحمد، غير سؤالك، غير طريقتك أحمد. مش ضابط مع الحوار يعني. فهذه يمكن هيك الحوار أو شكله أصلا، مش يمكن هو أخذ شكل تاني بسلاسة الحوار، بس أنا لإلي يعني كنت مبسوط جدا، فممنون لك، يعطيك ألف عافية، شكرا كتير. وبدي أحكي لك أنه حتى يعني اللي ما بعد رح يكونوا محظوظين أكتر، اللي رح يقابلوك أو يسألوك هذه الأسئلة أو غيرها بتتعلق أنت كنت على فكرة غيرها. أنت روداج، أنت عملت لي هلأ هيك. شو روداج بالعربي بتطلع؟ روداج رواد. تعرف لما بتشتري سيارة جديدة ولازم تسوقها روداج، شو بيقولوا بالعربي؟ لازم تسوقها بتحركها، بتكرجها، لا بتحركها قبل ما تروح وتسوق، بدك تسوقها على هيك اوتوستراد وعلى ما تطلع صح. طلعات فأنت هلأ هيك رودشتني، وعشان هيك أنا عم بقول إنه هذه المقابلة يعني هي تأسيسية لكارول لمقابلات تانية، فاللي بعدي اللي بتحضروا هذه الحلقة لازم تشكروا. لازم نشكر أنا أحمد. لأنه أنا متأكد إنه عندك كتير ولسه في كتير صور رح تطلع بعد الحوار، حتى منها فكرة إنه يعني ماذا لو ما أخذت الجنسية. فبعز عليك، وانت بتقولي رح أرجع أفكر، بتقولي رح أفكر بعدين بالسؤال. يمكن كان لازم نعمل حوار هيك قبل ما نسجل. لا ما كانش ما كانش ما كانش ما كانش رح يطلع أصلا، انت ما كنت رح تتعاطي معه هيك، وأنا بس دي أحكي لك إحنا مرتين خضنا هذا الحوار بهذا الشكل والله. يعني اليوم هذا الحوار طبعا احنا عملنا تليفونين، وانا حكيت لك على موضوع انه موضوع التجنيس والمسار وكذا، وتنصدمي انه انت بدك عن جد تسألني هيك. فلإلي يمكن هي شخصية المخرج ضغط على شخصية الضيفة، كمان شخصية كارول شو هي اليوم او وين واقف اليوم ضغط على اشياء تانية، بس لإلي هذه يعني هذه الصور كلها انا محظوظ انه يعني وصلت او قدرت اوصل لهذه الصور، وشكرا عن جد انه مش بس بفيلم عايده او عائده، انا بدي كمان اتشكرك بكل بكل
بكل هذا الحوار كارول عنالي كتير أنه أشوف يعني حتى أسئلة على مستوى سياسية على مستوى اجتماعية بتخص اللجوء بتخص التجنيس. من بعد ما عرفت عن قصتك أو عن تفاصيل في قصتك صرت أشوفها بشكل مختلف. ولإلي يمكن استفزنا السؤال ما هي هاي المشكلة أنه إحنا على فكرة الفلسطينية أنتوا هذا الجانب الفلسطيني فيك فش أمل منكم، يعني كل واحد فيكم بتطلع على قصة أنه عادي قصة زي كتير أنا، يعني شو هالإشي المميز؟ لا بصراحة الكل مش هيك بتعامل، مفروض كل الناس بتعامل هيك. إيه أنه شو الكل بتعامل هيك مزبوط. عشان هيك ما حدا بوثق، يعني ما هم نحكي، ما حدا بيجي بيعطي تفاصيل، فهمتي؟ أنه والله اعتقلوني. طيب كيف اعتقل؟ عادي زي ما بيعتقلوا الكل. لا حبيبي مش زي ما بيعتقلوا الكل، ما في فورمات واحد لاعتقال الكل، ما في فورمات واحد للجوء. عن جد هاي مشكلة بالتوثيق، يعني مشكلة عم بشوفها كل مرة بتقارب، انه تقنعي الضيف انه انا مش جاي امجدك شخصيا ولا جاي اقدرك ولا جايين نبروز صورتك، الغاية فعليا جانب من 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 تكميل رواية او بناء رواية كبيرة قائمة بالاساس على رواياتنا الشخصية الفردية. فلإلي انا اللي شفته اليوم انه حتى مع نموذج تاني لكيف تشكلت جانب من هوية فلسطينية، متأكد في صور تانية رح تطلع وتكمل معاك اكتر، بس بالمغايرة، بس بالأساس اليوم وين إحنا موجودين؟ موجودين إنه حتى في فيلم قدم جانب تاني من الرواية، وفي حوار قدم جانب تاني من الرواية عن اللجوء واللجوء في لبنان تحديدا. يعني والله بتشكرك يا أحمد، أنا اللي ممنونتك. وأنا بظن أنه الصراحة في تحدي انتصرت فيه عليك لما قلتي لي أنا مش رح يطلع معي أكتر من ربع ساعة. لحظة. ما بعرف قدي انتصرت، لأنه أنا حاسة كل المقابلة كنت أنا عم بعمل إخراج عليك، وهيدا الشيء يعني ما حسيت أنه فيني أقطع هالفصل بشخصيتي، فماني مبسوطة أنا. ما لا أنا 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 لإلي، ما هو هذا جزء، ما هو هذا جزء من أنا مع مين جاي أحكي، يعني بدي أحكي لك من مكان تاني. يمكن هو كان في تحدي أكتر معك، بس مع الأكاديميين بكون كتير أصعب، لأنه مثلا لما أنا باجي بسألهم عن قصة أو عن تحليل أو عن رأي بصير بده يقول لي بده دراسة، بقول له بس أنا مش جايبك ندرس هون، يعني إحنا مش مكتبة، إحنا مش مركز أبحاث، يعني أنا جاي أخذ روايتك رأيك قصتك، أنت مربوطة بتاريخ. فكل ضيف طبيعته نفسها بالحوار الشخصي بتطغى، وهذا هو نفسه الحوار اللي أنا لو أنا وياك قعدنا مرة تانية في بيروت وسألنا الأسئلة برضو كانت رح تطلع هيك، يعني لأنه هيك اعتدنا نروي قصصنا. ولإلي حتى من الأساس أنه كارول قدرتها على تقديم روايتها بصور أو بشكل السرد أهم بكتير اللي صار اليوم، هو المهم، أهم بكتير من كارول ممكن تروي روايتها شفهيا. شكرا جزيلا كارول، شكرا لك، يعطيك ألف عافية. شكرا أحمد، شكرا شكرا لكم جميعا. ثواني، شو بتحبي، كيف بتحبي المقلوبة؟ أنت أخرجتي لدرجة نسيتين السؤال الأساسي في الحلقة. أنت شو كان السؤال؟ بحب المقلوبة ولا ما بحب المقلوبة؟ بتحب المقلوبة ولا لا؟ بحب المقلوبة، بس منا صحن كانت عنا بالبيت مهم، يعني ما كان شيء. الوالدة ما كانت تطبخ؟ بلا، كانت تطبخ كتير، بس يعني أنا مثلا بتذكر أكتر الوالدة عم تطبخ ملوخية مصرية، كباب لبن، يخنة لوبية، كان في مقلوبة، بس ما كانت هالقد مهمة مثل ما أنت عم تعطيها الأهمية. سو بحب وانت المقلوبة، وانت بتعطيهاش أهمية؟ هلأ من وقت ما بلشت اتسمع عليك صرت عم بعطي أهمية للمقلوبة. شكرا. طب كيف بتحبيها؟ كيف بتحبيها؟ مقلوبة بحبها. خلاص تمام، فهمت. أنت مالكيش على المطبخ؟ لا ماليش على المطبخ. ليش؟ كيف؟ بس عندي سؤال، كيف ممكن الناس تحبك؟ خلاص انتهى. لا بدي اعرف. لا والله كيف ممكن الناس تحبك؟ باذنجان فوق ولا اكثر باذنجان ولا شو الممكن؟ انت فيش امل فيكي في المطبخ. لا انتهى. انا ما في امل. ايه ما في امل اذا بتساليني هيك السؤال وانا فيش امل فيكي في المطبخ. اوكي
أوكي. شكرا لك. مرة جاي لما تجي على بيروت أحمد رح أطبخ لك مقلوبة. وأنا موافق بأكلها بهيك بتنجان فوق وكذا لايرز مصفط دفتر هندسي معه. الله معك أحمد، شكرا جزيلا. يعطيكم ألف عافية، شكرا جزيلا لكم، شكرا على الاستماع والمشاهدة. بتمنى تكون، وشكرا مقدما على كل المتابعة والمشاركة هذا المحتوى، الاشتراك في القنوات، وكمان دائما على مشاركتكم، أسئلتكم، مقترحاتكم للضيوف، مقترحاتكم للمواضيع، وأي أسئلة بتخطر لكم. تقارب هيك ممكن يكون بصير أقرب لإلكم دائما. حوار اليوم على مستوى شخصي عنالي كتير، وبتأكد رح يعني لكتير ناس فيكم، اللي خلانا نتطلع على أو نرجع نتطلع على روايتنا الفلسطينية، رواية اللجوء، رواية الهجرة من زوايا مختلفة وبأشكال متعددة. اليوم أحد الأشكال غير السائدة أو غير المقدمة أو مش واحد من الصور النمطية اللي بينحكى عنها بشكل دائم. فسعيد في تقارب أنه قدرت أقدم هذه الصورة اليوم، وبتمنى كمان أنه تلقى عندكم أو تمسكم وتوصلكم بكيف وصلتني. شكرا جزيلا لكم، ونلقاكم في تقارب وحوار آخر. شكرا.